خير لكل المشاهدين. يوم جديد عم يرجع يطل علينا ونحن من جديد ايضا بنرجع نطل عليكم. فريق عمل صباح لبنان من صباحكم بالخير وين ما كنتوا عم تتابعونا بكل الاراضي اللبنانيه وايضا بكل دول الانتشار. نحن وياكم على الموعد دائما بتمام الساعه 9 ومواضيعنا عديده متعدده ايضا بتخللها تطلع على مختلف الانشطه الموجوده على الساحه اللبنانيه. شهر اب اللي عم بيخلص اللي عم هيك عم بيودعنا ومعه تقريبا عم نودع ايام الصيفيه وايام الشوب لانه اليوم هيك بنهايه اب بعتقد قديش الطقس غير وقديش نحن اليوم عم نعيش شويه برود اكثر لبعض المناطق اللي فيها نوع من تساقط الامطار ايضا بشكل خفيف. بكل احوال كلنا عم نستعد لاستقبال فصل جديد وكلنا عم نستعد لحتى نرجع نركز اذا بدكم حياتنا بالشغل بالمدارس بالجامعات لانه شهر اب بلش يخلص وشهر الفرصه تحديدا بلش يخلص. بكل احوال نحن وياكم بطاقه ايجابيه دائما وبحيويه رح نبلش نهارنا ومواضيعنا رح نتعرف على ضيوفنا وابرز المواضيع اللي رح نتطرق لها لليوم مع زميلتي بيا. صباح الخير بيا. صباح الخير لك جو لكل اللي عم بيتابعونا. يعني مثل ما انت قلت ايلول طرفه بالشتي مبلول مثل ما بيقولوا يعني ان شاء الله بكون هيك. نعم عم بقول بعده ما بلش ايلول وهيك صار فينا صحيح نحن نهايه اب بلشين بايلول يعني ما حدا بيعرف شو ناطرنا فان شاء الله بتكون هيك الامور خيره ومليانه بركه. يعني بدي لك صحتين لانه كنا عم نشوق وهيك لإلي ولإلك يعني ما فينا نخبر المشاهدين تحت الهواء شو بنكون نحن عم نعمل قبل ما نطلع على الهواء حتى نكون مليانين هالقد طاقه. على كل حال بدي اقول الف صحتين كمان للكل اللي عم بياخذوا ترويقتهم بهذا الوقت او عم يشربوا قهوتهم. نحن رح نبدا صبحيتنا نحن وياكم ورح تكون البدايه مع اليو ان حتى نحكي اكثر خلال الحملات اللي عم نقوم فيها حول التنميه المستدامه. رح نتناول موضوع اليوم الهدف السابع اللي هو الطاقه المتجدده ورح تكون ضيفتنا ميليسا سيف. من بعدها بنكون مع فقره اجنده وضيفتنا يولان جيم رئيسه جمعيه جبلنا وايضا بسوشيال ايفنت ضيفه رح تكون نورما حرب امين سر جمعيه ال اس. واكيد اليوم رح نضوي كمان من خلال الجمعيات اللي عم بتكون معنا رح تكون ايضا ضيفتنا لويزا باسيل امين سر تجار البترون تنشوف كيف البترون رح تدخل بجينيس بوك. واكيد مثل ما بتعرفوا شيف نادين قسيس بفقره زست دائما عم بتكون حاضره لحتى تعلمنا اطباق شهيه واليوم رح نحضر نحن وياها بولي الاورانج. والختام رح يكون مع فقره ديزاين شادي خلف وريتا اصاف مين في غيرهم يطلعنا على كل جديد بيتعلق بعالم الهندسه الداخليه والخارجيه. ولكن هلا رح نروح نحن وياكم حتى نعمل رياضه صباحيه مع مارسيلينو جبرايل. صباح الخير مشاهدينا من صباح لبنان. نحن اليوم موجودين بنادي جينيسيس بفيردان. اليوم عم تساعدنا بالحلقة هيام اللي رح تكون معنا كل الوقت. هاي هيام. هاي. ردي لليوم هيام جاي اليوم بدها تعمل سبور معنا وجاي محمسة كتير على السبور بس ما كنت عارفة ان نحن بهيدي السال بس نكون هون نصعب شوي الاكسرسايز لانه فيهم كروس فيت فيهم نوع من كارديو ونوع من تونينج. سو جود لك لك اليوم لهي. من الرياضة عودة لكم مشاهدينا لنتابع فقراتنا لليوم ومختلف المواضيع اللي محضرينها. قبل ما نروح إلى أولى لقاءاتنا الحوارية نحن وياكم رح نتوقف مع تقرير أول لنتعرف فيه أكثر على تفاصيل سباق القمم. هذا السباق اللي صرنا عم نشوفه سنويا برفقة مغاوير الجيش اللبناني وبحضور العميد شامل روكوس. طبعا هذا السباق للسنة تميز بأكثر من محطة مثل كل سنة والأهم من هذا كله تميز بأنه كل المشاركين قدروا يتعرفوا على طبيعة الأرض اللبنانية على طبيعة الجبل اللبناني. بتقريرنا أيضا رح يكون النقطة المميزة هي تعرفنا على صبية اسمها ماريا. ماريا عمرها 7 سنوات وقدرت ماريا أن تجتاز 37 كيلومتر بلا ما تتعب وبكل هيك رصانة وجدية. طفلة ماريا مميزة جدا. منتابع نحن وياكم هذا التقرير.
أجواء كتير حلوة، جمهور رائع، جايين من كل المناطق، جايين يمشوا ويتعرفوا على منطقة جديدة، جو كتير حلو، كان عشية واليوم أفضل وأعمق لأنه عم بيشاركوا مع بعضهم من بيجوا من كل لبنان، يتعرف على مناطق جديدة، هذه شغلة كتير حلوة، الجو حلو، وهذه من أساس أهداف السباق إنه يتعرفوا على المنطقة ويجوا من كل المناطق يتعرفوا مع بعضهم بالجو الحلو. الرسالة الحلوة إنه مثل ما كلهم مع بعضهم هون من كل المناطق جايين لهون يبقوا مع بعضهم بذات الروحية، ويكون عندهم تمرد على كل شيء بيقولوا له عصبيات ومناطقية، وكلهم يعيشوا لبنان بهالمشي. مشي معي وصلنا على التل، الكون كله من غمر الضل، ومين بيقول السما بعيدي بمد ايدي بطالها بايدي، لو كان بد على الجبل علي. هذا المشروع استمرار لمشروع مبلش والعميد دروكز من ايام ما كان بيد الفوج المغوية خلال 8 سنين. هلا السنة كفينا نحن كجمعية باتروي دي سومي، هذا الشغل بلش يتحضر له من شهر، مجموعة بحدود 100 شخص سنة كانوا عم بحضروا هذا الحدث، بلش من امبارح عشية، امبارح عشية الساعة 8 كان عنا البريف يلي بنشرح فيه السبق كله، من بعده كان في عنا عشاء، بالمناسبة الاشتراك الشراكة مجانا لكل العالم، من بعد العشاء كان عنا فودوكون كتير كبير كتير حلو، العالم كتير انبسطت، بيناموا بالخيام يلي عاملينهم مثل ضيعة كنا، وأخذوا الانطلاق اليوم الصبح الساعة 6، مثل ما شفتون عندك 1800 مشترك قلعوا اليوم الصبح. على طول المسار عندك 12 كيلو أول شيء للأولاد، 18 كيلو متوسط و35 كيلو للبروفيشنال، مع فارق ارتفاع بحدود 900 متر بين أوطى نقطة وأعلى نقطة معقولة توصلها. رسالتنا واضحة ووصلت من لحظة اللي بلشوا العالم يتصلوا لحتى اللي يشاركوا، ناس عم بتلفي من عكار لتشارك، من الجنوب، من البقاع، من البقاع الغربي، من بيروت، من كسروان، من كل المناطق اللبنانية، من كل الألوان، 100% من كل المناطق. الهدف الأساسي هو أنه تخلي ألوان المجتمع اللبناني كلها تجتمع بالطبيعة، ومثل ما بيقول العميد روكز، الأرض اللي تمشي عليها ما فيك إلا ما تحبها، بقى منحبها كلنا سوا مشتركين. جداً عطول بوجود العميد شامل روكوز بتكون رائعة، بوجود الشباب الطيبة والنفسية الحلوة بالشعب اللبناني. صعبة بس تعودنا لها، تعودنا، صاروا كذا مرة مشاركين، صارت الشغلة بسيطة بالنسبة لنا. الأجواء كتير منيحة مع الجيش وهيك وحلو، إنه مش كتير حلو في الفيو والهيك، وحلو الواحد يتعرف على الجبال، شجعني كتير لأن حرام ما يعملوا هيك شيء. C'est la première fois oui que je participe à cette grande grande randonnée. C'est très très beau, franchement c'est une bonne idée d'avoir fait ça. Alors on a commencé les 12 km, on va continuer pour les 19 et peut-être les 35, on verra après. هاي ثلاث مرات. انت من وين؟ انا من امريكا الجنوبيه، بيرو. كتير كتير حلو، عن جد عن جد ابو جنن جنن بالكون لبنان. Belle et belle, la connaît, c'est notre c'est mon pays quoi, voilà, c'est très bien. C'est super, c'est magnifique. سبع سنين من الدبار لأرضي طويل كبير يعني 35، لأنه الرياضة هي بتوجع على صحتها وعلى سلامتها، والشيء اللي عم نشوفه اللي هم الكحول و نوجههم على رياضة. نحن حياتنا بالمغاوير وبينا هيك من العالم يدركوز، ونحن مكفيين. بدي أوصلها لكل رفاقي اللي هني كانوا معنا بالمغاوير، ومنقول نحن موجودين مع العميد روكوز. ماريا أنا 7 سنين عم بمشي معه لحتى أطلع بطلة لبنان من تحت لفوق. تعبتي ولا بعد؟ لا بعد. سامر سليم من الشوف، أنا أول واصلين على 35 كيلو. أنا بشكر كل المنظمين وعلى رأسهم الجنرال متقاعد شامل روكوس، وبتشكر
إذا عندي ستيل وستانش والمستر وليد صفير على دعمهم لإلي لحتي لي شاركت بهالبطولة. أكيد بشجع كل المواطنين اللبنانية يشاركوا بهالنشاط هذا ويشجعوا الرياضية اللبنانية ليضلنا نستمر الرياضة بلبنان ولنضلنا نقدر نطلع نمثل لبنان برا. وأنا يعني بالماضي بالسنة الماضية أنا فزت بسباق ماغوك بكندا بالمركز الأول من وراء فضل هاي البطولات اللي عم شارك فيها بلبنان. صدرت بطولة كندا للجبال ماغوك وفزت بالمركز الأول، كان نتيجة كتير حلوة للبنان وللمواطنين اللبنانية الكندية. سماء مشاهدينا صباح الخير لكم، بنرجع لمتابعه صبحيتنا نحن وياكم اولى فقراتنا الحواريه. بدي اذكركم بالسوشيال ميديا حتى تابعونا، فولو اس على تويتر على انستغرام @صباح لبنان، كمان لايك ذا بيج على فيسبوك صباح لبنان، وتابعونا عبر الويب سايت. لكل الاشخاص اللي ما قادرين يتابعوا لايف ستريم عبر تلفزيون لبنان فيكم تتابعونا عبر www.telelibon.com.lb اسم البرامج صباح لبنان، فيكم ترجعوا تحضروا هاي الحلقة أو كل الحلقات. حلقة غنية بموضوعاتها منترافق فيها نحن وياكم، البداية مع الأمم المتحدة وهالبرنامج يلي دائما عم نسلط الضوء على 17 هدف يلي عم نفصلهم كل أسبوع هدف لحتى نكون عم نأمن مجتمع أفضل، نكون عم نستلم كوكب أرض أفضل، ونكون عم نحافظ على أهداف تنموية ضرورية لاستمرارية الحياة. اليوم أنا وياكم بالهدف السابع. طاقة محورية لكل تحدي بيواجه العالم، تحدي رئيسي بيكون أساس المجتمع وأساس استمرارية حياتنا. بالنسبة للكل هي فرصة متاحة أمام العالم لحتى يكون في إمكانية للحصول على طاقة، وهالطاقة هي جوهرية سواء من أجل فرص العمل أو الأمن أو تغير المناخ أو إنتاج الأغذية أو زيادة الدخل. وهالطاقة بتلزم باستدامتها تعزيز الاقتصادات، حماية النظم الإيكولوجية وتحقيق الإنصاف، أكيد أهداف تانية وأكيد هي من الأمور المهمة. مشان هيك الأمم المتحدة حطتها ببرنامجها هدف رقمه 7 رح نفصله اليوم، ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة. لحتى نحكي أكثر عن هذا الموضوع ونفصله بصيرني استضيف معي بالستوديو Member of the Human Environmental Association for Development, HEAD, and panelist at the United Nations Institute for Training and Research, Mrs. Melissa Saif. صباح الخير. بونجور شادي. أهلا وسهلا فيك. وحضرتي كمان Executive Manager, Sweden and Martina, New York. Correct. Melissa أهلا وسهلا. شو أخبارك؟ ماشي الحال. From New York straight to Lebanon. صباح الخير. كله تمام؟ كله تمام. أهلا وسهلا فيك معنا. حضرتك معنا اليوم لحتى نحكي عن الهدف السابع مثل ما ذكرت، وهو حصول الجميع على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة بتكلفة ميسورة. اليوم لما نحكي عن هذا الهدف السابع ضمن هالبرنامج يلي حطته الأمم المتحدة، شو منقصد تحديدا وكيف فينا نعمله introduction لنحط الأمور بمكانها الصحيح؟ تفسر هذا الموضوع بدنا نرجع شوي لورا ل 2015 اللي هو كان اخر سنه للميلينيوم ديفلوبمنت جولز اللي عملتهم اليونايتد نيشنز الامم المتحده. هن كانوا 8 اهداف، كانوا كتير اهداف جنرال، والاهداف حطتهم على 15 سنه بسنه 2000 ل 2015. وصلنا على 2015 وصار في كتير تحقيق اهداف بطريقة كتير منيحة، بس بعد عنا كتير شغل. فقررت الأمم المتحدة تاخد هالأهداف الجنرال وتعملهم أهداف سبيسيفيك، أهداف محدودة وتفصل ومفهومة وبيقدر ينشغل عليها رياليستيكلي. فقسمت هالثمانية على 17 هدف. نحن اليوم عم نشتغل على الهدف السابع اللي هو هدف الطاقة المتجددة للعالم كله، اللي هو كمان هيدا الهدف مش بس هدف صغير وكلمة صغيرة، هيدا الهدف بيشمل تقريباً 10 من الأهداف الـ 17. يعني إذا حلينا هيدا المشكلة فينا نحل مشكلة الفقر، فينا نحل مشكلة الـ economic growth اللي هي بيصير عنا تطور بالعالم economically، بيصير عنا
تقريبا اقل بروبلمز بهول ال 17. قد ايه التنميه الاقتصاديه يلي عم تحكي عنها ميليسا وخاصه بالعالم يلي عم نعيش فيه اليوم؟ يعني اليوم الطاقه هي ما فينا نعيش بلاها. هلا لبنان مش ريفيرنس لانه منعيش شوي متر شوي يعني في في لغط بهذا الموضوع، مش ريفيرنس للاسف. اليوم اقتصاديا انمائيا وبيئيا شو اهميه التركيز على هالطاقه وتوفيرها كمان؟ لانه رح نحكي بالاحصاءات بعد شوي لانه في كتير ناس ما عم يقدروا يحصلوا على حقهم الطبيعي بهذا الموضوع. رح بلش اول شيء اقتصاديا. كل فتره من الزمن كان في شيء الإنسان استغله تيكبر بلد أو تيكبر جلوبال يعني عالم. اليوم في عنا شيء فينا نستغله اللي هي الطاقة الشمسية، الطاقة الهوائية، الطاقة المتجددة، مش طاقة الكهرباء، مش طاقة الفوسيل فيول، مش طاقة الزيوت الأويلز أو الفوسيل فيولز الغاسز. فاليوم الطاقة إذا عن جد استغلناها عم تخلق أول شيء شغل للعالم، economic growth، عم تخلق opportunity لبلد يصير على صعيد عالمي لأنه بصير في export و import because of this resource. yeah. يعني لبنان عنده موارد ما في منها برا. أول شغلة هي الشمس. لبنان عنده 300 يوم من السنة شمس. هيدا الشيء العالم برا بيتمنوا عليه. تاني شيء عنا مي وعنا هواء، هول ثلاث موارد طبيعية أكثر شيء مهمة لنمشي هذا البروجرام، مش هذا المشروع. ما بعرف اذا انت بتعرف بس بالدول العالميه الادفانسد الويسترن هن بيشتروا طاقه متجدده. صح. من الافريكان كونتريز الثيرد وورلد كونتريز. يعني نحن عندنا اوبورتونيتي كبيره كبلد اذا بنقدر نستغلها، ان كان نخلق شغل للجن تبعولنا بدل ما يفلوا لبرا. هيدو دو نكبر الايكونومي تبعولنا. دو تخوا صير عندنا علاقات عامه مش بس دوليه، جلوبالي، مش بس ميد ايست، مش على الصعيد المحلي كمان. المحلي بقى على الدولي. ميليسا اذا بدنا نحكي شوي كمان بالشق الانمائي والبيئي وتحديدا البيئه هون، خليني اركز لانه اليوم عم نعاني. وخليني احكي على صعيد لبنان كمان، قد اليوم في تلوث، قد اليوم الاحتباس الحراري كمان يلي عم بيصيب العالم كله، ولبنان جزء من هالمنطقه يلي عم تتاثر بهيدي الضغوطات. واكبر تاثير اليوم تغير المناخ يلي عم بيصير. يعني اليوم نحن باخر اب والطقس يعني عم بيشتي. صح. وفي تغير مناخي واضح بهيدا الموضوع. قد ايه بيئيا هذا الموضوع بيكون مؤثر، وقد ايه الخطه الموضوعه يلي باي 2030 اذا ماني غلطان بده يكون في مخطط ماشي، يعني قد ايه هي مخطط سليم انه يمشي بهالطريقه، وقد ايه بينقذ البيئه يلي هي على تراجع كبير وخاصه بلبنان وخاصه مع مشكله النفايات يلي عم نعاني منها كمان. اكبر موضوع اليوم بالامم المتحده اللي بنحكي فيه هو بهمنا اكثر نعطي مساري للفقير، نعطي مساري للفقراء، او بهمنا اكثر ننقذ البيئه. طب ما لما بنجي نطلع هيدا الموضوع، هول الموضوعين بالنهايه لما بننقص البيئه ما عم نخلص شخص، عم نخلص دي جينيراسيون، عم نطول حياته للانسان بعد 100 و1000 و3000 وبلكي اكثر سنين. البيئه وصلنا لمشكله بلبنان او على الصعيد العالمي انه بطلت ريفرسيبل، يعني وصلنا لمحل صرنا بريفنتبل، وصلنا لمحل ما بقى فينا نرجع اللي عملناه آخر 50 سنة أو 100 سنة. بس في مشكلة كبيرة، بدنا نحنا نكمل كسبيشيز؟ هذا السؤال. هذا السؤال منه سؤال لبناني، منه سؤال ضيعت بيروت أو بلدية بيروت أو بلدية جبال أو بلدية عشقوط، هيدا سؤال عالمي. فنحنا بدنا نفكر أكبر من أنه شو بدنا نعمل بلبنان. لبنان بلد كتير عنده potential. لبنان في جمعيات وفي تلفزيونات مثل حضرتكم بيهتموا بهالمواضيع وبيوعوا الناس، بس في بلاد ما عندهم هذا الشيء. في عنا تجمعات لبنانية، one of them is head Human Environmental Association for Development، the other اللي هي politically involved اللي هي Green Party of Lebanon. هول الجمعيتين مع كتير جمعيات غيرها بيشتغلوا مع وزارة البيئة تيقدروا يلاقوا حل. نحن هلأ على بنيغوشيشنز تنلاقي حل وضع زبالة. أول شيء وضع الزبالة أهم من currently هو pressing، يعني هلأ
هيدا الموضوع لازم ينحل. هي المشكله دائما عم بيكون في بريوريتيز اكيد عم تسبق امور تانية، مع انه هيديك كمان الامور هي مهمه ولازم صح. تكون بالطليعه، بس اليوم لما بيستجد مشروع عندك او موضوع بتصيري حطيتيه باولويه عندك لحتى تعالجي هالمشكله لتقدري تنتقلي لنقطه ثانيه. هلا هو الحلو فيه انه دومينو افكت، يعني اذا شغله انحلت بينحل كذا شغله معه. يس. بس اذا شغله انحلت بدها وقت. اكيد. دونك هيدي الشغله، يعني مشكله الزباله اذا انحلت بتحل كثير قصص، بتحل موضوع الاقتصاد، تخلق عن جد فرص عمل. اذا عملنا امبلمنتيشن للخطط اللي عم بتنحط لطريقه حل الزباله، هول الشغلتين اوريدي انحلوا بلبنان. في بتخلق فرص عمل كبيره للبلد، بتحطنا على ضوء سعيد عالمي انه نحن بلد اخذنا با. بنطلع على بلاد عربيه مثل المغرب، المغرب هو بلد صحيح صغير بس اخذ اكبر باب بالعالم، بيستعمل تقريبا 30% من الريسورسز تبعوله انرجي رينيوبل. هيدا بلد صغير وبلد عربي بس فينا نفتخر فيه كبلد. أكيد. عربي عمل هيدا الشيء. ليش لبنان ما بياخذ هيدا؟ اذا بدي احكي على صعيد لبنان لحتى نكون عم نحصر الموضوع اكثر ونرجع لموضوع الطاقه كمان، يعني اليوم امين الامم المتحده سيد بان كيمون ببادره شخصيه، يعني بادره الطاقه المستدامه للجميع، اطلق هيدا المشروع وهو على إذا بدك إشراف بتحسين هالكفاءات وبتحسين هيدي الطاقة. اليوم إذا بدي أحكي بآلية تنفيذ هيدا المشروع ماليسا، شو الخطوات يلي عم تتخذ بعرف عالميا وتطبق بكل بلد حسب المعايير وحسب شو متواجد عنده اليوم بلبنان، كيف هالآلية رح يتم تنفيذها من هلأ لل 2030؟ أول شغلة ما فينا ننكر نحن دور الجمعيات بهيدا الموضوع. الجمعيات تشتغل على صعيد صغير، صعيد كوميونيتي، بالنهايه كل شيء تغير ببلش على صعيد صغير وبيكبر. الجمعيات عم تشتغل على كل منطقه اول شيء تفرز نفايات هي لحالها تنقدر نلاقي حل وسط لموضوع الزباله بلبنان. ثاني شيء عم تشتغل على موضوع الكسارات بلبنان، على موضوع تغير المناخي اللي بيسبب لحرائق، اللي بيسبب ل مشاكل بالبحر، يعني عنا الإيكولوجي المارين إيكولوجي اللي عم تتأثر، وعنا الإيكولوجي بال مثلا محميات كمان عم تتأثر برا وبحرا خلينا نقول، يعني صح. وحتى جوا، يعني كل التشعبات تبع الطبيعة. يعني أنا بس بدي أطمن المواطن اللبناني إنه في جمعيات عم تشتغل، بس أنا كمان بدي أطلب من المواطن اللبناني إنه بالنهاية هيدا بلدك، وانت اذا عم تجيب اولاد وبدك اولادك يجيبوا اولاد تستمر. فكل شخص التغير بيجي من شخص. بلبنان بيقولوا طيب شو وقفت علي؟ ايه وقفت عليك، لانه كل شخص بيغير حاله شوي شوي بيتغير البلد. صحيح. كمان انا بدي اشكر كمان الامم المتحده لانه عندها بروجرام كتير مهم برئاسة أحمد الهنداوي، هو شخص كتير فريند لإلي. هو هيز دي سكرتيري جنرالز انفوي اون يوث، يعني هو مستشار مستر بان كي مون لليوث، وبيجي كتير على لبنان، بيجي كتير على البلد العربية تيحكي مع اليوث، تيحكي مع جيلنا الجاي، تيفسر له نحن شو عنا مشاكل. في كمان بروجرامات مثل Model United Nations. أنا كنت بلشت مع Model United Nations بجامعة اللبنانية الأمريكية بجبال، وكملت معهم بال United Nations بنيويورك. هول بروجرامات كمان بيوعوا جيلنا اليوم على شو عم بصير. ففي عنا توعية كتير، هلأ بهمنا الفعل، بهمنا ناخد أكشن، بهمنا نستمر. الفعل اليوم كيف رح يتنفذ؟ يعني اليوم لما نحكي قدام العالم هيك، يعني الناس اللي عم تحضرنا ماليسا اليوم بدهم يقولوا لنا ايه انه على الواقع شو، يعني شو اوكي كل واحد بينطلق من حاله هيدي امر طبيعي، ولكن كخطوات بدها تتخذ في تعاون مع الدولة، في حكي بمشاريع معينة، يعني شو اللي بده يطبق على واقع الارض؟ في كذا شغلة. اول شيء بدنا نفكر بالموارد اللي عم نجيبها على لبنان، او كيف عم نستعمل الكهرباء بلبنان. أول شغلة عم نفكر فيها وعم نبحث فيها هي كيف منقدر نستورد كل شيء عنا إياه بلبنان، موارد طبيعية نستعملها بدل ما نستورد كهرباء، بدل ما نعوز أويل أو فوسيل فيولز. هيدا أول شيء بتخفف نسبة الكربون دايوكسيد اللي عم يروح على الجو، اللي هي كربون دايوكسيد بالعربي
المواد اللي بتطلع الكربون ديوكسيد يعني يلي كلنا بنعرف الترددات تبعه وبنعرف تفاصيل طبعا مزبوط. هيدا اول شغله. ثاني شغله بدنا نحكي بنرجع على ذات الشيء اللي هي بوليتيك بالنهايه، موضوع الكسارات، موضوع البحور، هيدا كله عم بيضل ينحكى فيه، عم بيضل ينحكى فيه. في كتير تقدم بلبنان بهذا الموضوع، وفي كتير دي بان عم بتصير من قبل وزارة البيئة، قرارات عم تتاخد وقرارات عم تتنفذ مزبوط على الأرض بهذا الموضوع. أكيد بعد عنا كتير نشتغل، أكيد بعد عنا كتير نتطور، بس ما فينا ننكر كل الإفار اللي عم بيصير أوريدي. أكيد يعني هيدا أهداف طويلة الأمد، خليني أقول بدها وقت لتتحقق. اليوم بكل هدف في مقاصد للهدف يلي عم نحكي وعم نفصلها بكل أسبوع، يعني ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على هالخدمات، تحقيق زيادة كبيرة بحصة الطاقة المتجددة بمجموعة مصادر الطاقة العالمية بحلول العام 2030 مثل ما سبق وذكرنا، ومضاعفة المعدل العالمي للتحسن بكفاءة المستخدم. يعني هذا برنامج كامل متكامل عم يتقدم اليوم بهالخطوات. قدي نسبة توقع عندكم انه من هلا لل 2030، لانه كل برنامج وكل بلد حسب البريوريتيز تبعهم مثل ما سبق وذكرنا مثل ما عم نقول كمان بالحلقات السابقه، بهيدا المشروع قد ايه النسبه اللي متوقعين انكم تحققوها من هلا لل 2030 تقريبا، ان كان على الصعيد العالمي او على صعيد لبنان، وخاصه انه يعني بعد في خمس اشخاص، يعني واحد من خمس اشخاص ما عم يحصلوا على طاقه الكافيه، وهيدا نسب عالميه اقرتها الامم المتحده. بحكي عن لبنان، مش بحكي عن الصعيد العالمي. عن لبنان اول شيء يعني الحل الوحيد، اول شيء نبلش تفكير فيها هي حلة نخلق سيتويشن نخفف السير بلبنان. اول شيء بيروت اسوسيشن مع بيروت بايكاثون كتير بتشجع وعم تعمل كتير ايفنتس تتشجع المواطن اللبناني العايش ببيروت يستعمل آلات غير السيارة. هي اول شغلة منشوف انه في كتير تقدم بهالموضوع. في كتير جمعيات لبنانية واصحاب لبنانية عايشين بدبي بلشوا مشروع تسلا اللي هو مشروع رينوبل انرجي للسيارات، بلشوها باوروبا اخدوها على دبي، ومن دبي هوبفلي رح يجيبوها على لبنان مع الدولة الاماراتية، وهلا ان شاء الله مع الدولة اللبنانية، بتعاون مع الدولة اللبنانية. صح. هودي دي با كتير بيساعدوا. هلأ نسبياً قدي رح نوصل صراحة ما في يقول، ما بعرف حسب قدي بتعاون معنا، قدي بتتعاون معنا الدولة اللبنانية بالنهاية. هيدا الشيء نحن اللي برهن إرادة الناس على صعيد الفرد مثل ما ذكرنا، وتعاون كمان والإمكانيات المتاحة كمان. أكيد. على الصعيد الدولي بعتقد انه رح يكون في تقدم اكثر من ما تقدمنا بين 2000 و2015، لانه اكبر دولتين بالعالم اللي هي بتصدر الكربون دايوكسيد اللي هن امريكا والصين، اول مره مديو الباريس اجريمنت الكوب 21، هن ما مديو الكيوتو بروتوكول قبل ال2000، فهيدا الشيء بيشجع انه على الصعيد العالمي يصير في اقل ريدكشن او اكثر برسنتج تعاون مع هيدا الراتيفيكيشن اللي عملتها اليونايتد نيشنز، عملتها الولايات المتحدة. يعني على أمل، أكيد على أمل أنه بكل الأهداف يلي عم نفصلهم وعم نحكيهم، الأساس بيبقى ذكي أنه الواحد ينطلق من نفسه ما ينطر، هيدا أهم شغلة، وكل إنسان بمجاله بكون عم يعمل شغله صح لحتى نكون عم نستلم ونسلم عالم آمن. اليوم حكينا عن الهدف السابع ضمن برنامج الأمم المتحدة للتنمية، وهو ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة. أنا بدي أشكر وجودك معي بالستوديو، ميليسا سيف member of the Human Environmental Association for Development Head وpanelist at the United Nations Institute for Training and Research. بتمنى لك كل التوفيق إن كان بهذا المجال أو حتى as Executive Manager Sweden and Martina New York. Thank you. بتمنى لك كل التوفيق. شكرا لوجودك. مرسي لألكم. مرسي. Thank you.
عن جديد مشاهدينا بحييكم لليوم وين ما كنتوا عم بتتابعونا، ولكل اللي انضموا لنا بهذا الوقت برحب فيكم على امل دائما تكونوا عم تستفيدوا وايضا تستمتعوا برفقتنا. نحن وياكم على موعد مع مجموعه من الفقرات ومجموعه من الضيوف سوا رح نتعرف اكثر على جمعيه جبلنا برفقه رئيسه الجمعيه السيده يولا نجام لنتعرف اكثر على نشاطهم الثابت السنوي اللي عمره صار 10 سنين. ولكن قبل ما نروح الى هذا اللقاء نحن وياكم رح نتعرف ايضا ورح نطلع على مؤتمر اطلاق فيلم سينمائي جديد. هذا الفيلم بيحمل عنوان والعاني، منتابع سوا ونرجع على استديوهاتنا، خليكم معنا. فيلم العاني رح كون مشاركة فيه كضيفة شرف مع عدد كتير كبير من النجوم يلي رح يعطوا هيك نكهة حلوة على الفيلم. مش هخبركم كتير عن دوري لأنه في شيء مهضوم، يعني في شيء العالم حتكونوا فكرته حيطلع شيء تاني عكسه نهائيا، بس هيك مشاركة لذيذة كأول إطلالة سينمائية لإلي، وأنا مبسوطة أنه يعني أول إطلالة عم تكون مع هيدا الفريق الكامل المتكامل يلي عن جد كنت حابة أشتغل معهم. دور هو كل محور الفيلم أنه هيدا الإنسان اللي هو أنا قاهر ناس شريرون سلبون أرضون في الناس، كان يعني تطور بوظائف السرقة والنصب وهيك وعامل حاله خواجة معروف مثل كتير ناس هالأيام، وشاعر بزي الوقت يعني عنده شخصيتين اللي بيلعب عليهم واسمه سلام كمان الاسم بيحمل معنى المعنى تبعه. في عنا بلبنان دخل الفيلم اللبناني وأخذ جوائز برا، وهي صناعة لبنانية ولازم نشجعها لأنه هيدا مجال عمل حقيقي مضمون فنيا، وهي لغة جديدة يعني نجحنا من زمان وخاصة بتلفزيون لبنان بالمسلسلات، نجحنا بالتوك شو، نجحنا بكل شيء. فالفيلم من 10 سنين لهلأ عم بيشد بالاتجاه الصحيح، فكل خطوة بتساعد انتاج فيلم لبناني حلو هيدا نحن بنشجعه. وبتخيل بدها بعد 4-5 سنين بتصير يعني بتصير موزونة، يعني بصير في عندك خلص ثابتة 7-8 أفلام بالسنة. نتطور من ناحية النص، من ناحية الانتاج، من ناحية الاخراج، كل شيء عم بيصير ناضج أكتر، تقنيات عم تتطور أكتر، ما عم نعطي الشغلة أكتر من معايزة لأنه بصير أوفر، بس أنه كل شيء عم بيتطور. حتى نوعية نوعية الموفي اللي عم نعمله غير، يعني عم بتكون يعني عم تعلى درجات بالنواحي الإنتاجية إذا بدك. عودة لكم مشاهدينا عم نتابع نحن وياكم ببرنامجنا لليوم سوا، وصلنا إلى أجندة بعد لحظات. سنة بعد سنة نحن وياكم على موعد ثابت مع جمعية جبلنا اللي عم تنظم مهرجانها السنوي للسنة العشرة على التوالي. كل التفاصيل عن مهرجانهم لهيدي السنة، عن يومهم البيئي المميز اللي بيتخلله الترفيه، التسلية، المعرفة، وأيضا الأهم من هذا كله التعرف على البيئة. نحن وياكم نحن نعرف عن هذه التفاصيل مع رئيس جمعية جبلنا السيدة يولا نجام. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. صحيح موعد سنوي هيدي، زوروني كل سنة. كل سنة مرة بتزورينا كل سنة مرة أنت كمان. أهلا وسهلا فيك ست يولا. بدي بداية للناس اللي ما بتعرف عن جبلنا، عن هذه الجمعية، يا ريت نرجع نحطهم بأجواءها. مين هي هذه الجمعية؟ أكيد نحن أول شيء بلشنا بمهرجان جبلنا قبل ما تصير جمعية جبلنا. بلشنا بالمهرجان سنة 2006 بمعاصر الشوف، ولما بلشنا بالمهرجان أكيد كان مع بلدية معصر الشوف، بس كان الهدف انه ما كان في بعد ولا مهرجان بالجبل،
ولا مهرجان يعني لما عم بقول ولا مهرجان يعني من جزين يعني عن جد ولا مهرجان ايه انه عن من عم بحكي من 10 سنين اكثر من 10 سنين يعني 2005 2006 بعدين مشان هيك سميناه جبلنا مشان ما يكون محصور بمعسر الشوف قلنا جبلنا لانه عزمنا كل الضياع تشارك فيه ومن هون اجت تسميه جبلنا وبعده لليوم بيشارك فيه كل الجبل يعني كل جبل من حل جبل صحيح. مش انه بكل احوال يعني كل الناس بكل لبنان بتشارك بجبلنا لانه كثير حلو نروح على معصر الشوف نتعرف على هذه المنطقه بكل احوال كيف خلقت الفكره يعني كيف اليوم اجتمعتوا حول مهرجان بيئي اذا بدك عاده بنشوف سيدات لما يجتمعوا بيعملوا لنا مهرجان فني مثل ما عم نشوف بكل البلد انتم اجتمعتوا ورحتوا عكس الطريق عملتوا مهرجان بيئي مزبوط نحن بلشنا اول شيء على كل حال اليوم نحن من سياسة وزارة السياحة ما أطلقوا هذيك السنة مهرجان مش مهرجان السياحة البيئية والريفية والتنمية المستدامة نحن مبلشين بهذا الموضوع من 10 سنين مشان هيك نتلاقى تمام مع سياسة السياحة أول شيء بلشنا لما عزمنا أول مهرجان ما كان في حتى عن البيئة كان بدنا بلا كان في عن البيئة انه بدنا نعرف على المحمية تبع أرز الشوف وبدنا نعرض منتجات الناس البلدية الموجودة بالمنطقة مش بس البلدية كان بهمنا نعرض انتاج المنتجين الصغار اللي بالجبل المرة اللي بتعمل 40-30 مرتبان مربى مين بياخدهم منها ما في ولا محل ولا دكان ولا شيء يعني مشان هيك فتحنا الفرص قدام هالمنتجين الصغار او اللي بيعملوا اكل او اللي بيعملوا موني ليجوا يعرضوا وبعده لليوم بعد 10 سنين ما في مطعم بيعرض ما في محل بيعرض كل اللي عارضين كلهم منتجين صغار من الجبل لنخليهم لنسمح لهم فرص انه لما بيقدروا يبيعوا انتاجهم ومنتوجهم ويتعرفوا عليهم الناس فين يضلوا ببيئتهم يعني فين يضلوا بمحيطهم فين يضلوا بهيدا ويقدروا يعيشوا منه هيدا دور المهرجانات كمان تنشيط الحياة الاقتصادية بأي منطقة موجودة فيها من 10 سنين لليوم شو تغير وبعدين بلشنا شوي شوي صرنا كل سنة بما أنه نحن بنتعامل بالتنمية المستدامة وبما أنه نحن بمحمية أرز الشوف يعني بهالمحيط البيودايفيرسيتي لهيدا صرنا نزيد كل سنه موضوع عن البيئه هلا نحن شو شغلتنا ما عنا شغلتنا بس توعيه يعني انه نحكي عن الموضوع من وعي الناس عليه اول عملنا سنه العسل سنه الطيور سنه الاعشاب الطبيه نحن بناخذ بنشتغل مع وزاره البيئه او وزاره الزراعه حسب الوزاره اللي بتكون هيدا بناخذ لانه هلا بيجي على لبنان كثير دراسات يعني كانوا من UNDP, USAID, الفاو كل هدول المؤسسات العالمية بتيجي بتعمل هون الدراسات هالدراسات بتضلها ما حدا بيطلع عليها لأنه كتير علمية مشان الناس اللي يقروها هيك بيها بناخد نحن هالمعلومات منبسطهم بنحطهم ومنوزعهم على الناس سو كل سنة الموضوع بصير يتعلم الواحد ليش كم قد ايه بتاكل الكم شفنا السنه اللي اهتميتوا فيها بالطيور كانت من السنه المميزه جدا عن جد وبعده شفنا التنوع والسنه رح نكفي موضوع الطيور لانه هذيك السنه من وراء الاسس البيئيه اللي كنا غاطسين فيها ما عدنا استرجينا نحكي عن الطيور بس نحن طبعنا الكتاب ورح يتوزع السنه ان شاء الله مع وزاره التربيه بالمدارس ست يولا كنت سالتك شو تغير من 10 سنين لليوم على صعيد التنظيم على صعيد الجمعيه استقبلتوا 12,000 شخص بتعرف شو انه عم بيكبر المهرجان وعم بينبسطوا فيه العالم لان اول شيء مهرجان بالنهار لانه اذا بنعمل بالليل ما بيستفيدوا الناس من الطبيعه صح اللي موجوده ما فيهم يشوفوا التنوع ما فيهم يشوفوا ولا يطلعوا يزوروا المحميه ولا شيء ثاني شيء هيدا مهرجان كله بيشارك فيه يعني العائله كلها وكل واحد بياخذ معه شيء على البيت اخر النهار يعني بياخذ شيء بقلبه او براسه او بفكره يعني عرفت لي يعني يا فرحه يا علميه جديده يا بيشتري غرض يا بياكل اكل غير شكل يعني دائما بيرجع على البيت يعني في جديد بعد هذا المهرجان هذا اللي عم تحاولي كل جمعه في جديد كل يوم عندنا جديد كل يوم في جديد هلا نحن وضهرين من عندك بنخترع كمان فكره خلينا نتابع بعض المشاهد فيديو قصير من اجواءكم بالسنه اللي ماضيه ونرجع لحديثنا ها
على رأس الدبكة لقونا وعلى معاصر شوف شرفونا. مرحبتين ومرحبتين وينونا هالدبكة وين. الأحد 4 أيلول بمهرجان جبلنا للدبكة من 11 الصبح لل 11 المساء. الدعوة عامة. النقل مأمن من ستاركو والدامور. للاستعلام الاتصال على 05-350-250 أو على صفحتنا على فيسبوك جبلنا. The Dabke must go on. يعني تابعنا المشاهد الترويجية لمؤتمركم أو بالأحرى لمهرجانكم بهذه السنة، وأنا قلت أنه عندنا صور من هذه السنة بركي منشوفهم نرجع نرجع بعد شوي. مدام يولا، شو برنامجنا السنة؟ شو محاضرين السنة؟ يعني السنة مثل ما قلت لك هذه السنة بما أنه ما كان فينا نحكي عن البيئة لأنه كنا غرقانين بالنفايات وإن شاء الله ما نرجع نغرق فيهم. إن شاء الله لا، إن شاء الله لا. بعد بنقول مرة إن شاء الله أو تعرف شو يعني هلا تحسننا نجزة عن هديك السنة. صحيح. حسننا نجزة لأنه صار في وعي عند البلديات وعند العالم ومحاولات، بس إنه أكيد هيدا المحاولات كان لازم تكون من 15 سنة وإن شاء الله هلا نوصل لخير. إن شاء الله خير. هلا السنة بما إنه هالقد أخذ رهج الدبكة كل الناس عم بتطالب كانت بالدبكة السنة لأنه بفتكر الدبكة حالة حب. حالة. صحيح. حب بين الإنسان والبيئة وحالة حب يعني فيها شيء إنه حالة وطن الدبكة مش بس حب، حالة وطن معه ومع بيئته. يعني بقى السنة عدنا المهرجان غير الفرق جايينا أكيد الفرق المحترفة مع من بعلبك من مالك عنداري ماجد زبيان كل هدول الفرق محترفة اللي رح تقدم علي حليحل من بعلبك رح يقدموا أكيد عروض وزائد عن هيك السنة عملنا مسابقة للفرق الغير محترفين. غير محترفين بس الحلو أنه نحن ما عنا كان كتير دعاية لهيدا المسابقة. نعم. ما في إلك قدي إجينا فرق خي قدي إجا من كل لبنان من كل يعني المناطق جاي من صغرتها من حصبية من مجد العنجر من بشيمون من يعني ما في منطقة بلبنان إلا ما في دبيكة جايين يدبكوا ما في دبيكة جايين حتى بقى هدول كلهم شباب أو نوادي أو ناس عم ببلشوا جديد بقى هيدي خلطة حلوة لأنه حتى المحترفين اللي بيكونوا فين يتعرفوا على ناس جديد دبيكة أو يعني كله. وعنا مسابقة للتصوير وبما أنه عملنا سنة 10 سنين لجبلنا عزمنا الشيف مارون شديد عمل ورشة عمل مع كل المقدمين أكل بالمهرجان كانت ورشة كتير حلوة لأنه هو تعلم منه وهن تعلموا منه لأنه كل واحد عطى كل واحد عطى أسرار للتاني. والسنة عنا مدام باربرا مسعد لسوق الموني وعاملين شيء السنة إنه مدام باربرا رح تنقي منتوج واحد من عند كل عارض للموني وهالمنتوج تبعه اللي هو يعني اللي هي أفضل شيء معقول يقدمه رح نساعده ليسوقه وللأمبلاج ولبيعه ولتسويقه مع بروجرام تبع سلو فود اللي بتشتغل فيه. نعم. لكن هذا بسوق الأكل عندنا أيضا سوق الحرفيين سوق الأكل. شو أبرز الحرف اللي معقول تكون موجودة؟ هلا عم نتباطح ليضل في حرف بلبنان لأنه الصين هجمت وأكلتنا وبلعتنا وكل شيء بس بعدنا عم نحاول يضل في يعني في أشغال يدوية في فخار في حفر على الجلد في كل هيدا بعدهم موجودين وعم بيعرضوا عنا. نعم. لكن رح يكون في مجموعة من الأسواق الموجودة من أسواق الموني لسوق الأكل لسوق الحرفيين اللي هن ماشي في فرحة كل النهار تماما اللي هي حياة طبيعية اليوم كل لبنانيين بيحبوا يشاركوا بهيك بهيك إنه بيجوا بيتغدوا بدل ما يتغدوا غير محل بيجوا بيتغدوا بيدبكوا بيتفرق بيتمونوا للشتاء وبيرجعوا تماما. والأهم هذا كله أنه رح يزوروا محمية أرز الشوف. خبرينا في يعني في أمور منظمة في تراجعات معينة كيف رح تصير الأشياء. كانت الست قبل كانت عندها مداخلة عن البيئة. نعم. نحن كيف بعده المهرجان مهرجان بيئي لا يعني أو منشجع فيه أول شغلة حاطين نقل مأمن من ستاركو من الدامور. هلا ليش عنا نقل مؤمن؟ نقل مؤمن مشان نعلم العالم انه ما يبقى ياخذوا كلهم عربياتهم، في بس بيترك
كل ساعة من نعم. عبكرة من 9 ل 12 وبيرجع كل ساعة من فوق من 2 ل 7 يعني ما في حدا رح يضل مزروب أو إذا تعب أو إذا هيدا في نقل مشترك قادر يوصل الناس دوك هيدا لنوفر أول شيء عشة السير ولينبسطوا هن بالمشوار لأنه اللي طالع على المنطقة أول مرة ما بيعرف بصير معصب بده يسوق وين بده يروح وضيع نعم. الطريق وهيك ما بيقعد يضيع الطريق بيقعد صحيح. بتفرج بيستفيد من المناظر الحلوة بيستفيد من الطريق تماما هلا النقل 12 ألف على الكبار 8000 وفيهم يفوتوا على جبلنا دغري يحجزوا اي اونلاين بيحجزوا اونلاين الحجز او بيتصلوا بشركه كونكس اللي هي اللي بتشتغل معنا للنقل هلا شغله تانية كمان للبيئه نحن بما انه من هذا المهرجان نعمله مع بلديه معاصر وخاصه محميه ارز الشوف لان احنا عندنا بارتناريا عندنا نقل مؤمن مجاني بيطلع من الساحه ليطلعوا يزوروا غابه ارز المعاصر هلا بعرف انه انت من الشمال بس مثل ارزات المعاصر ما رح تشوف بحياتك كل ارزات لبنان حلوين هلا بس لحمسك لحمسك شو على الطلع والا يعني والا ما رح تجي لعنا من اجمل المناطق دون شك وثالث يعني شغله كمان نحن من اول مهرجان بنستعمل مستوعبات للفرس من اول سنه للمهرجان بنستعمل مستوعبات للفرس ونحن بلاستيك فري يعني نحن بنطبع الكيس البايوديجريدبل صديقه البيئه وكل الناس كل العارضين بيستعملوا هيدول الكياس نعم. ان كان كياس ولا كبيات يعني يوم بيئي بامتياز لحكم. يعني منجرب بشغله صغيره نعم. انه اذا تعلمت تستعمل كيس مش بلاستيك بصير هلا او على كل حال هيدول الكياس بنحطهم للبيع فوق لانه بنطبع منهم كميه نعم. وبصيروا الناس ياخذوهم ويستعملوهم ببيوتهم كثير بينبسطوا فيهم بيوفروا يعني. علينا كثير الفاتوره البيئيه بكل الاحوال لو فينا نعتمدهم كل ايام السنه هيدا مشان نعم. كل التسهيلات اللي هي خاصه بالبيئه كمان هذا عم نحكي عن 4 ايلول هذا اليوم عندنا كمان بسكليتات نسيت البسكليتات بعد عندنا شيء قبل ما نروح على غير 4 ايلول بعد في كثير اشياء بس هلا عندنا معارض صور وعندنا يعني هذا كله بيكتشفوه بالنهار يعني يوم كامل متكامل في قضي اي حدا بامتياز بلا ما يزهق في كثير اشياء جديده يعملها وفي كثير مناظر حلوه يشوفها في تسليه لكل واحد كل واحد على ذوقه كل واحد على ذوقه من اي ساعه ببلش النهار بس اكيد هو ماراثون دبكه يعني ماراثون لما بقول ماراثون ماراثون يعني من ال11 لل11 في ماراثون دبكه يعني الفرق بترقص بتقدم العرض وبترجع بترقص مع الناس يعني اللي ما بيعرف بيتعلم واللي بيعرف بينبسط وكل الموضوع نعم بكل احوال رح يكون يوم مميز على اكثر من صعيد السهرة أيضا بتعتمدوها ايه كل سنة هي بتسبق عنا سهرة باثنين الشهر يعني الجمعة. نهار الجمعة بنعمله دايما قبل بيوم لأنه لنقدر نكون حاضرين للأحد بكير نعم. نهار الجمعة عنا أمسية ترابية مع الأوركسترا الشرقية بقيادة مايسترو الحاج أندري حاج ومع فابيان ظاهر على نعم وجهاد عقل عازف الكمان بقى هيدي الدعوة عامة مفتوحة لكل الناس وكل الناس بيقدروا يجوا يحضروها نعم بتبلش الساعة 9 نهار الجمعة عشية والساعة 9 بتبلش وأي ساعة بتخلص هون ما حدا بيعرف هون السؤال صح يعني مشان هيك عاملين الجمعة مشان يقدروا يسهروا لحتى ترتاحوا السبت لنرتاح السبت لنقدر نعمل الأحد نكون صحيح. بكير حاضرين لنستقبل الناس اللي رح يجونا من كل لبنان إن شاء الله إن شاء الله رح يكون في مشاركة كثيفة مثل كل سنة بكل الأحوال عم نشوف أعداد كبيرة لأنه مهرجان مميز عم بيقدم شيء جديد شيء غير اللي عم نشوفه يعني على لا ما على كل منطقة شيء يعني ما فيك تعمل بكل منطقة شيء نحن ضيعك بعيدة ضيعة مميزة بالبيئة تبعولها تماما يعني إذا منطلع الناس لفوق أول شيء مشوار بالليل تاني شيء ما بيشوفوا الطبيعة بقى مشان هيك مجبورين نعمل برنامج بالنهار يعني نعم. مهرجان بالنهار إن شاء الله بعد 10 سنين بتكونوا عم تعيدوا 20 سنة إن شاء الله بعد 10 سنين مش كون أنا يكون حدا تاني عم بخبر عنه محلي هيدا أكيد نعم
انا بدي اتمنى لكم المزيد من النجاح والمزيد من العطاء. بكل احوال ارز الشوف من المحميات اللبنانيه اللي مفتخر فيها، مفتخر ايضا وننبسط بالتنوع الطبيعي والبيولوجي أكيد. الموجود بهذه المنطقه. انا جوزي الرئيس المحميه. خلص كملت الخبريه، كملت خبريه. شكرا لك سيدي يولا نجام رئيسه جمعيه جبلنا، اهلا وسهلا فيك. ميرسي على استقبالكم، وانا بشكر عن جد كل العالم، وزاره السياحه اللي ما بتوقف دعم، وزارة الثقافة اللي هي سنة بارتنير معنا للدبكة، ومحمية أرز الشوف بلدية المعاصر، وكل الناس اللي بيحملوا كيس معنا. يعطيكم ألف عافية وأهلا وسهلا فيك. شكرا. مشاهدينا نحن وياكم عم نتابع ببرنامجنا لليوم بعد الفاصل الإعلاني، وضمن سوشيال إيفنت بتنضم لإلنا السيدة نورما حرب، خليكم معنا. مشاهدينا نرجع لمتابعة حلقتنا نحن وياكم، فقرات عديدة بعد ناطرتنا ببرنامجنا، من فقرة ديكور مع ريتا وشادي، الفقرة اللي دايما مننطرها بتعطينا هيك فكرة عن الانتيريور على طريقة شادي وريتا، كمان شيف نادين أسيس اللي رح تحضر بعد شوي بولي الأورانج. خلونا نشوف ونتابع الفقرة كمان بعد شوي لنشوف المكونات وطريقة التحضير مع شيف نادين، كما أنه البترون يلي عم تتحضر لكسر رقم إياسي، وهو أكبر بلدة وأكثر بلدة بتقدم أطباق مأكولات بحرية يلي بتشتهر فيهم هالمنطقة، تفاصيله كمان ضمن لقاء انترفيو مع سيدة لويزا باسيل أمينة سر جمعية تجار البترون، حلقة غنية بموضوعاتها. إنما أنا وياكم هلأ رح نحكي عن وجع كتير مسقع وصامت، ولكن منكسره لما يكون في كتير ناس ملتفين حوله، لما يكون في ناس هالقد عندهم حرارة بداخلهم وبيضلهم مندفعين. ALS لبنان جمعية انطلقت من فترة وكانت انطلاقتها صاروخية، لأنه هالقد هالأشخاص هن عايشين بصمت وبألم، وهالقد الناس المحيطين فيهم قادرين يصرخوا، قادرين ينقلولهم فرح، وقادرين أنهم يعبروا عن مساعدة. رح نحكي عن الإيفنت الجديد لـ ALS لبنان. لما نقول ALS منقول Amyotrophic Lateral Sclerosis، وهو بالعربي مرض التصلب الجانبي الضموري يلي بيصيب الأشخاص، بيشلهم عن الكلام عن الحركة، بيصير فيه بداخلهم جليد بجمد الحياة بداخلهم، مع انه هن بيكونوا مستوعبين شو صاير حواليهم. تقريبا 20 حالة شخصت بلبنان كرمال هالهدف للمساعدة، لتأمين الوعي ولتأمين التوعية من هيدا الموضوع. دكتور جميل زغيب مؤسس جمعية ALS لبنان، وهي برئاسة الإعلامية والكاتبة كارن بوستاني، عم يشتغلوا مع كل طاقم العمل بكل حب بكل حرارة لحتى يسلطوا الضوء على هالمرض يلي كتار ما كانوا يعرفوا. صحيح اشتهر بالآيس باكت تشالنج، ولكن ارتباطه فيه لأنه قدين احنا منسقع لما منكب علينا هالماي المجلدة مع التلج يلي فيها، هالقد الشخص يلي عم بيعاني هو من الداخل كل ثانية كل لحظة بخلال مرضه، وبيكون عم بحس بهيدا الشعور. لحتى نحكي عن نهار يلي ناطرنا بأربعة أيلول 2016 بالبودروز بفيترون، تنضم لإلي بالستوديو السيدة نورما حرب أمينة سر جمعية ALS لبنان. نورما صباح الخير. صباح الخير، شو أخبارك؟ الحمد لله. أول شيء اسمح لي أشكرك على استضافتك، أشكرت لي ليبون على كرمها معنا. أهلا وسهلا. انت عرفت على جمعية احسن ما بقدر اعرف عنها. انا عرفت لانه انا عرفت عن المرض. بنتمي انت من الاصدقاء الاوفياء جدا للجمعية، يعني مثل كتار بعتبر حالي، لانه هالقد الهدف من خلاله هالقد صادق، هالقد في ألم، هالقد في وجع، وهالقد في فرح بنفس الوقت للمشاركة وللتوعية كمان. نورما إذا بدي هيك أبدأ بملخص صغير، صحيح حكينا عن مؤسس الجمعية دكتور جميل زغيب، بنوجه له تحية كتير كبيرة، وكمان تحية لكارن حبيبة قلبي. التأسيس بالعام 2014 كان بظروف معينة، خبريني شوي عن الانطلاقة، ولما قلت انطلاقة صاروخية إيه اسم الله عليكم، يعني بهالسنتين أو سنتين ونص
في كتير أمور تغيرت. خبرينا شو تغير من وقت الانطلاقة لليوم؟ هي الانطلاقة الفعلية بال 2015 إن أقل من سنة ونص من طلقين. أكيد الفكرة خلقت بال 2014 مزبوط، بس لما أخذنا العلم المخبر ما قلنا أكثر من سنة ونص عم نشتغل. والانطلاقة صاروخية لأن نشاطات كتيرة مثل بتشبهنا، بتشبه الرئيسي تبعنا يخزي العين عنا من النشيطين جدا الست كارين بستاني، وبتشبه المؤسس اللي هو دكتور جميل الغيل يلي رغم عدم قدرته على الحركة كليا النشاط الفكري اللي عنده هايل، يعني مثل أعلى بالنشاط وبالكفاح وبالصلابة. نحن جمعيتنا بالبداية بالإضافة للفيلم اللي انعمل عن حياة الدكتور صغيب اللي هو عملته الانديو من إنتاج الانديو اللي هو فكرة من إخراج سليم هبر من فكرة السيدة كارين واللي أخذ البريكس دور إن شاء الله بياخد حقه أكثر من ما أخذه قبل بالنسبة للمشاهدين. هو بالإضافة لهيك عملنا الـ ALSD سنة الماضي بـ 13 سبتمبر سوري، واللي هو النسخة الأولى واللي رح نعيدها السنة أكيد مع بويسانس دي السنة رح يكون يعني رح تكون والعين نجاح ماشي بالنسبة للسنة. رح أحكي بالتفاصيل على كل حال بعد شوي بهذا النهار اللي رح يكون كمان السنة بالبودروز بالبودروز نعم بـ 4 سبتمبر القادم يعني الأحد هيدا اللي جاي كتير قريب علينا بس انترتون بخلال السنة صار عملنا إيفنت هذا بدي أقلك. خلينا نعمل هيك فلاش باك على خلال هالسنة أدي أول شيء التوعية من مرض الـ ALS. العالم صار عنده وعي وإنفتاح تح أكثر على هذا الموضوع وصار في معرفة بعد أكثر. أكثر وأدي كان في كمان نشاطات بالجمعية اشتغلت شو اللي عملنا؟ عملنا جالا دينر بدبي كمان كان ناجح وكسر الأرض مثل ما بيقولوا، واللي أهم عملناه بحزيران الماضي عملنا مؤتمر طبي للتوعية عن المرض وللاستعراض الأبحاث اللي صارت واللي بفضل الآيس باكيت تشالنج بالعالم من وقتها بلشت الأبحاث تمول لهالمرض اللي كان مش معروف وما في أبحاث عنه مشان هيك ما قلوا دواء لحد اليوم. صحيح. بس الفضل للآيس باكيت تشالنج اللي خلى هالأبحاث تنطلق وتحرز تقدم على الأقل بمعرفة شوي أسباب المرض. صحيح. لأنه حتى أسبابها كانت اليوم بلبنان بعض الأحصاءات بحسب أنت قلت 20 لا نحن صاروا دوبل تقريبا في دوبل واللي بسبب أنا بدي أحكي عن هالموضوع يعني بسبب تقريباً 40 حالة شخصت بلبنان فينا نقول بسبب أنه المرضى منن على عاتق أي من من الوزارات ما في أي لا ضمان ولا أسيرانس ولا وزارة ولا دولة تعرف عليهم. المرضى بهالحالة هن مسؤولية العائلة، يعني العائلة هي اللي تاخذ على عاتقها اذا هذا المرض مرهق جدا من الناحيه الماديه ومن الناحيه المعنويه. نعم. للعائله لسبب نحن بحاجه انه نقدم لهم الدعم المعنوي والمادي. الـ ALS بالعالم مسؤول او بالاحرى هدف الجمعيات الـ ALS بالعالم هي تقدم التمويل للابحاث لانه هنيك الدوله هي اللي بتاخذ رعايه. صحيح. هالمرضى بينما نحن هون بلبنان نحن الجمعيه للاسف عم بصير رعايه على العاتق الشخصي. صحيح. وما في خبرك قد ايه مرهق، يعني بدك تقول بيت الشخص بيصير مستشفى بيصير عناية فائقة. صحيح. وبتعرف قد ايه بكلف ماديا وقد ايه مرهق للعائلة اكيد للماتريال ومرهق كمان للاهل من وطبيا وعلى كل والمريض الأصحابي. مريض الاس بحاجه لحضور ممرض 24 ساعه 24 فشوف قديش مرهق. يعني البادجت منه هين ابدا للشخص اللي عم بيعاني وللاسره وللعائله اللي محيطه فيه. نعم. السنه الماضيه كان الايفنت اكثر من ناجح الايس باكيت تشالنج اللي حصل اكثر من ناجح واكثر من توعدنا. العالم كثير جاوبت معنا ومنتامل اليوم كمان تتجاوب معنا. نحن نهار الـ ALSD يا ريت منشوف عنه. هات لنشوف الفيديو شو رأيك ومنرجع معنا. لنفرجيكم المشاهدين يلي ما قدروا يكونوا موجودين. بيشبه أهدافنا.
نهار بيشبه أهدافنا، نهار مليان فرح وبهجة، لأنه الطريقة الوحيدة لتحارب المرض وتساعد المريض يتغلب عليه وتقدم له حياة حلوة هو أنك تنشر حوالي البهجة والفرح. صحيح. لها سبب هيدا المساعدة والوعي، بيكون في أشخاص حدوا لأنه المرض بحس المريض بحس حاله معزول عن العالم الخارجي. الطريقة الوحيدة اللي يتواصل فيها هي العيون، لأن هي العضلة الوحيدة اللي بتبقى شغالة فيه عدا عن قلبه اللي بخليه يعيش. صح. فإذا الطريقة الوحيدة هو العيون، يعني بحس حاله الإنسان معزول. لهسبب نحن عم نجي هون، عائلته الكبيرة اللي هي أصدقاء الأسدي جايين يقولوا له بهيدا النهار نحن حدك، نحن جايين ندعمك، أنت مش لوحدك، أنت مش معزول، نحن حاسين فيك. هيدا الهدف من نهار الليلة. على كل حال يعني الايس باكيت تشالنج ارتبطت فيه لانه مثل ما ذكرت بالمقدمه قد ايه نحن بنحس بسقعه وببروده لما نكب هالثلج والمي المجلد علينا. هيدا الاحساس نفسه اللي نحن بدوم عنا لخمس ثواني هو العمر كله، العمر كله مع مريض الاي ال اس. بس نحن بنهار الاي ال اس ده رح نفرجيه انه نحن كل عاطفتنا معه، اكيد، وكل الدعم وكل الوعي. يعني السنه الماضيه عدد كبير من النجوم انضموا لهيدا النهار، سنة أكثر بكثير بعرف كل عائلة الاي ال اس لبنان كمان كانت موجودة، كان نهار بجنن بالبادروس. خلينا نشوف مقتطفات من هيدا النهار، نرجع نتابع حوارنا ونحكي كمان عن شو بده يصير بأربعة أيلول السنة، يعني نهار الأحد. أربعة أيلول شو كانت حلوة الوقفة على الدرج بهيدا النهار، نهار عائلة بامتياز، نهار جمع الأصحاب بضحكة بفرح، والأهم من هيك الهدف اللي هو التوعية لشد الأنظار أكثر وأكثر لهالمرض للـ ALS. هيدا كانت أجواء سنة الماضية بحضور نجوم كبار، يعني شفنا نجمة ألسي فرنيني، شفنا نجم يورغوش ألهوب، عدد كبير من الإعلاميين، من الفنانين، من حتى الممثلين، الفنانة ألين لحود، ما بدي أذكرهم كلهم أصحابي وكلهم بفتكر كلهم حيكونوا. أنا ما رح أذكر، بس أنا اللي رح أقول رح يكون في ممثلين، رح يكون في مطربين، رح يكون في إعلاميين، ورح يكون في سنة زيادة شيء رح يشاركوا معنا نجوم من الباسكت بول كثير بتحبون، وهدول
ورح يكون في تغطية إعلامية وأكيد تل لبنان إحنا. تل لبنان مثل ما غنت. مثل ما غطت السنة الماضية وصباح لبنان كان موجود أكيد صباح لبنان رح يكون حاضر صحيح. كمان هيدا السنة. إذا بدنا نحكي شوي عن برنامج هيدا النهار. يبدأ بالقديس نهار الساعة 11 وبينتهي بالآيس باكيت تشالنج مع المشاهير على فوق. نحنا بتتفرد الأس لبنان بدنا بتعمل الآيس باكيت تشالنج لايف كل الناس بالعالم بيعملوه على السوشيال ميديا نحنا بنعمله مع المشاهير أولا المشاهير اللي رح يعملوه ولايف which is more fun يعني أكيد. غير ما تشوفه على السوشيال ميديا الناس عم تحضر الآيس باكيت تشالنج فمثل ما قلنا ببلش بقديس الساعة 11 الأطفال عندهم الكوان تبعهم والكتير مغنجين عندنا بهيدا النهار رح يكون في عندهم ألعاب inflatables جونفلاب رح يكون في عروض سحرية رح يكون في عروض تمثيلية من فرقة لونا سامر أبو رزق رح يكون الساحر هادي عقيقي كمان رح يعمل لهم تريكس بخلال النهار كله ألعاب خفة بموتوا فيها ألعاب رأس راهي مو الألعاب سنة الماضي الأولاد يعني شفنا بالفيديو قديش انا اتراكتد وقدي قاعدين ناطرين شو عم بيصير فظيع مع انه كان في نهار شو بس كانوا كتير مبسوطين بالنسبة للكبار بالإضافة للبيفيل ما بيفهم اللي بيتخللوا لايف ستيشن سوبر يامي سوبر بيفيل في عنا عروض غنائية من الفنان سامر مارون المحبوب كتير هالأيام سامر بيولعها دايما سامر بده يولعها السنة أكيد وفي كمان الإلوزيونيست عقيقي مسيو عقيقي كمان بده يعمل عروض للكبار وللصغار رح يعمل شو ورح يكون في عروض رائسة للفنانة مايا نعمة ورح يكون في كمان سامر أبو رزق رح يعملوا كمان نشاط للأطفال نشاط للأطفال رح يعمل مسرح على هامش نعم ورح يكون في كمان جوائز تومبولا كتير قيمة في كتير جوائز تومبولا رح يكون وأكيد رح يقدم الحفل الإعلامي ميشيل أزي اللي هو الصديق الدائم للجمعية صحيح بكل الإيفنتات تبعنا هو بكون عم بيقدم إنسان كتير صديق عزيز للجمعية صحيح يعني نهار والآن رح يكون والأهم كمان إنه رح يكون بحضور دكتور جميل صغير دكتور جميل رح يكون له مداخلة ما أنا بدي أوصل لدكتور جميل رح يكون أكيد ما بيقدر يكون كل النهار بس أكيد رح يكون موجود أكيد. على الآيس باكيت تشالنج رح قبل رح اللي بده يعلن الانطلاق الآيس باكيت تشالنج رح يكون في باراد كمان لتصير الحماس للمشاهير ورح يقوموا فيها بآخر النهار رح نختتم النهار بالآيس باكيت تشالنج مثل ما قلنا مع المشاهير صحيح يعني هون كل الأشخاص كل المشاهير يعني قالين أكيد طالع الكل طالع يعني قالين خدي معك تي شيرت تاني مش مثل سنة الماضية تحمم التقليل كله رح يكون النهار يعني مليان مضغوط بالنشاطات صحيح يعني هذا نهار قدر. كامل لكل الأشخاص اللي بدهم يحجزوا في رقم مخصص للحجز بدنا ننبه سنة الماضية في كتير ناس عن جد ما قدرنا استقبلناهم لأنه الناس صارت تقول منقطع على الباب وصلنا أنه بالنهاية ما عدنا نلاقي محلات نحط العالم لأنه في استيعاب لتعمله من قيمة العالم ما عدنا استوعبنا مظبوط ليكون كل واحد مكرم على قدر ما حاجز صحيح فنحن منقول لهم ما منضمن إذا جيتوا على الباب تلاقوا محلات فمنتمنى يتصلوا على الرقم اللي رح نشوفه على الشاشة 03-602-668 للحجز صحيح. المسبق لحتى نقدر نستقبلهم ونعمل صح لكن رح أرجع عيد الرقم اللي هو 03-602-668 لأنه ما منضمن يكون في باقي كروتة أكيد هيك الأشخاص بيضمنوا حضورهم سنة الماضي ونحن متوقعين أحسن من سنة الماضي أكيد ما حيلاقوا كروتي على البيت شكرا لك نور محارب أمينة سير جمعية ليل أس بنذكر بالنهار بس سلام رح أحكي رح أختم أنا وذكر أنا بالنهار بدي حملك سلام لكريم بستاني رئيسة الجمعية لدكتور جميل صغيب مؤسس هالجمعية ولكل الأعضاء يلي أكثر من رائعين وأكثر من مهضومين ومندفعين رح نشارككم كلنا بهذا النهار شكرا لوجودك معنا نحن ما كنا بنعمل شيء بدون السبورترز تبعنا أكيد هيدا دائما وهيدا واجبات كل شخص أنه يكون داعم لهيك أمر هادف خليني أقول بالمجتمع كلنا نهارنا وموعدنا نهار الأحد
بالايس باكيت تشالنج مع الاي ال اس لبنان داي بفيترون باربع شهر بالبوادو روز. حجزوا على 03-602-668 وطلعوا قضوا نهار مع سيلبرتيز فول داي للعيله مع اي ال اس لبنان. السيده نور محارب شكرا لك، اهلا وسهلا. انا بتشكرك، ميرسي. مشاهدينا بريك صغير بيوصلنا عن متابعة صباح لبنان، بعد الفاصل نيو ريكورد رح ينكسر للبترون بالمأكولات البحرية، كل تفاصيله مع السيدة لويزا باسيل أمينة سر جمعية تجار البترون، ضيفة زميل تيبيا. بعد البريك نو زابينج، خليكن معنا. صباح الخير، اليوم رح نحكي نحن وياكم أكثر بفقرة سوشيال إيفنت عن هالبترون، هالمدينة العابقة بعطر التاريخ يلي بتحمل بحنايها خفايا الماضي، حتى نكسر نحن وياكم جينيس بوك الرقم القياسي العالمي من خلال أكبر منتوجات وعرض المنتوجات البحرية. رح تكون ضيفتي ضمن هيدي الفقرة لويزا باسيل أمينة سر جمعية تجار البترون. يعني البترون هالمدينة أو هالحورية المستلقية على شاطئ المتوسط الفينيقي اللي مشهورة بقلاعة هيكلها وأسواقها، اليوم رح نغوص بهالمدينة تحديدا ورح نكسر رقم عالمي جديد للسنة للمرة الثانية على التوالي. فمن بعد ما كسرتوا رقم قياسي عالمي بعام 2012 من خلال أكبر ليموناد، اليوم رح نكسر رقم قياسي جديد إن شاء الله مثل ما الله بيريد إذا الله راد نهار الأحد بأربعة أيلول من خلال أكبر عرض للمنتوجات البحرية. صحيح. كيف خلقت هالفكرة بداية؟ البترون بالنتيجة هي محطة بحرية معروفة من زمان وجاي، وهالشي مش غريب عنا أنها تعرض أكبر كمية أسماك وتكون بالمنطقة أهم وأكبر عرض أسماك عالمي موجود فيها. نعم. المشروع صار لنا فترة عم نحضر له، مشروع كتير ضخم وكبير، أكيد في مساعدات من كل البحرية الموجودة بالبترون رح بيساهموا معنا بالشغل وبالتعب اللي رح بيصير نهار الأحد. العرض عم نشتغل على عرض يكون بين 1500 و2700 كيلو. رح بيكون عندنا 50 طاولة رح ينعرض، رح ينحط عليها 10 طن ثلج لتضل الأسماك مباردة باردة، لأن الأسماك هي نية ما فينا نحطها كيف ما كان، بدنا نحطها على ثلج لتضل باردة. ورح يكون في 50 طاولة، رح بيكون في 50 طاولة رح ينعرض عليها 3 أصناف سمك وأربعة أو خمس أصناف سمار بحر كلها نية. ومن بعد هلا خلقت الفكره كرمال حتى تتحدوا هولندا من خلال الرقم القياسي اللي حدا العالم كله باكبر كسر رقم قياسي كانت هولندا بعام 2011 كسرت الرقم القياسي بعرض 2271 كيلو من المنتوجات البحريه. صحيح. انتم رح تكسروا هذا الرقم من خلال اذا الله راد 2700 كيلو. اكيد يعني ان شاء الله ان شاء الله رح بيكون عندنا حكم من الجينيس بوك. نعم. رح بيشرف على المشروع كله. نعم. على الكمية اللي رح تنعرض، وأكيد رح يطلع لنا بآخر الحفلة شهادة من الجينيس بوك ورح ندخل. نعم. رح نكسر رقم القياسي. رح يصير هالعرض بأربع أيلول نهار الأحد تحديدا بعد الظهر الساعة 5:30 بعد الظهر، ورح يستمر أكيد بيتلي حفلة لنوزع كل الأسماك اللي موجودة بين إيدينا، رح نشويها ونقليها ورح توزع مجانا للضيوف اللي موجودين ضمن الميناء. نعم. رح بيكون ورح بيرجع ريعة ببطاقة 20,000 من بعد الحدث واستلام الجينيس بوك، رح يرجع ريع المنتوج لجمعية دعم صيادين الأسماك البحرية بالبترون. نعم. للتعاونية البحرية. نعم. وهن رح بيساعدونا بتوزيع المأكولات. نعم. أكو حال الدعم لتعاونية صيادين الأسماك البحرية بالبترون، هيدا أقل شيء ممكن تعملوه. أكيد. وهون عم نشوف صور نحن على الشاشة عم يمرقوا، فهيدا الصور تخبرينا عنهم شوي. هيدا ستاند مترين بمتر مقسوم بالنص، رح ينحط عليه ثلج. نعم. العشرة طن ثلج رح تنحط عليه وينعرض، ينصف عليه السمك وينحط عليه سمار البحر الكمية الكبيرة اللي رح تنعرض. هيدا رح بيكون الحفل على المينا بالبترون. نعم. مينا الصيادين. مينا أكيدة أكيدة.
رح بيكون في منظر كتير حلو بالليل والفلايك مضاءة ورح بيكون في باند عم بيدقوا ويغنوا أجنبي عربي. وبخلال هالفترة كمان رح بيكون عنا شهر تسوق بأيلول. نعم. شهر التسوق رح بيكون كل البترون مشاركة فيه كمحلات كمنتجعات رح بيساعدونا، رح يعملوا حصومات أكيد، ومنتمنى من كل الناس تجي تشتري من البترون تتسوق بالبترون لأنه رح يطلع لهم بطاقة سحب مجانا رح توزع، رح يدخلوا ضمن سحب القرعة، ضمن سحب قرعة كل نهار أربعة على مبلغ $500 كاش. مجرد يعني ما يشتروا من الأسواق رح توزع هيدي البطاقة مجانا للكل، ورح توضع بقلب بوكال تيتم السحب كل نهار. صحيح، ورح كل نهار أربعة. نعم. والبوكال رح بيكون بآخر سوق الباترون، يعني الناس رح تمرق بكل سوق الباترون توصل للآخر. نعم. تحط البيه بالصندوق، وبآخر الشهر رح بيصير في سحب على السيارة كمان من ضمن الصندوق كله، يعني كل جمعة. نعم. هالحدث يلي عم بيصير هل هو موجود حتى يشكل دعم للاقتصاد البتروني؟ أكيد أكيد، وخاصة للصيادين. أكيد. يلي هن بحاجة لدعم كمان. هيك الحدث كله بمجمله كل الشهر رح بيكون دعم للسوق لتحرك الاقتصاد بضمن السوق، ورح بيكون دعم لصيادي الأسماك بآخر. نعم. خاصة بظل هالتراجع الاقتصادي اللي عم بيصير، يمكن هذا الدعم أساسي هيك بركي بيرجع بنشط. نعم. الاقتصاد أكيد. مثل ما بنعرف أنه رح يكون في لجنة من الحكام موجودة، رح يكون حكام موجود تحت تشوف على هذا الحدث تحديدا. صحيح. وتقيم الإيفنت. صحيح. فمين رح يكون موجود معكم؟ رح يكون حكم من قبل الجينيس بوك موجود معنا، رح يوصل نهار السبت على لبنان، رح يضل معنا كل الوقت ليومين. نعم. بفترة الحدث رح بيقيم المشروع، رح بيراقب تنظيم العرض، رح بيراقب الكمية، رح بيراقب كل شيء، يعني بإشرافه رح يصير كل شيء، ورح بيسلمنا السيرتيفيكا بالآخر. نعم. مثل ما بنعرف كمان أنه الجينيس فرضت عليكم ومن شروطها الأساسية أن تكون مدة العرض أقل شيء خمس دقائق. نعم. مزبوط. نحن رح نبلش على 5:15 بالعرض، فترة هالعرض رح يعني تنحط الأسماك رح بتكون مش محسوبة ضمن الخمس دقائق، بس يخلص تحضير الأسماك بتبلش الخمس دقائق، بس هو ما رح يكون بس خمس دقائق، أكيد رح يمد وقت كتير أطول. نعم. لأنه من بعد هيك رح بيصير العشاء، رح بتنسحب الأسماك عن الطاولة بطريقة تراتبية لتنقلها وتنشوى. نعم. يعني كل الناس رح بتشوف، رح بتصور، رح بتشارك معنا بهالحدث. نعم. مين رح يشارك بهالعرض أيضاً؟ رح بتكون وزارة أكيد بلدية الباترون، رح بيكون معنا من وزارة الاقتصاد، وزارة السياحة، من غرفة التجارة. لا. من طرابلس. هذا الدعم من وزارة السياحة ووزارة الاقتصاد. دعم وأكيد مشاركة من كل. مين رح يشارك معكم؟ عرفت أنه في مصانع للنبيد والبيرة. في مصانع للنبيد أكيد، مصانع للنبيد رح بتكون موجودة. نعم. كل الوقت معنا، عنا أكثر من 6 أو 7 مصانع للنبيد بالمنطقة. نعم. هولي مصانع نبيد المنطقة، وعنا مصنع عبيرة كمان كتير طيبين رح بيكونوا موجودين معنا، وعنا عرق كمان منتوجات عرق بالمنطقة، كلهم رح بيكونوا موجودين ضمن السهرة، رح بيكون عندهم ستاندات لقلهم رح بيكونوا موجودين ضمن السهرة، ضمن المشروع كله رح يكونوا موجودين. ومرفق الصيادين بيستقبل عدد معين من الأشخاص اللي رح يكونوا موجودين حسب معرفة الحديث. هلأ صارت البطاقات 3/4 محجوزة. أكيد أكيد، فيها كل الناس تجي، إذا مش قادرين يقعدوا. نعم. فيهم يقافوا، لأنه سهرة رح تكون كتير حلوة. نعم. رح يكون في حفل أيضا. أكيد أكيد، والأسماك موجودة ولازم نخلص منها كلها بنفس الليلة. هلأ. نعم. إذا فضل شيء رح أكيد تنشوى وتنقلها وتتوزع للناس اللي موجودة، هلأ بيخدوها معهم عبايتهم بيتسلوا فيها على الطريق. نحرين. نعم. خلينا نخبر الناس كمان اللي عم بيتابعونا أنه مش بس رايحين حتى يشاركوا بهذا الحدث العالمي، وإنما كمان رح يكون في سهرة فنية، حفل موسيقي أنتوا خصصتوا لهالحدث تحديدا. مين رح يكون في بهالليلة؟ رح بيكون في باندات شباب وبنات من الباترون، رح بيكون عنا مطرب عرب للأغاني العربية الطربية، ونحن رح نساعدهم. نعم. كلهم بالأغاني، رح نغني معهم، رح نرقص معهم. العرض اللي رح يتم ابتداء من الساعة 5:30 ويستمر لأي ساعة؟ لوقت ما بيخلص السمك عن ستاندات. نعم.
لما يخلص السمك على الستاندات كيف رح يخلص؟ البداية أكثر رح يتسألوا هل رح فيهم يشتروا السمك؟ هل السمك رح يوزع ويتقدم للأشخاص رح ينشوى بأسعار رمزية؟ نو السمك رح ينشوى ينقلى يوزع مجانا. نعم الشيء الرمز اللي رح يكون بالعشاء انه في بي هي 20,000 بطاقات بطاقات 20,000 دعما لتعاونية صيادي الأسماك. بس الأسماك مجانا للكل بطيئة. سعر رمزي للبطاقة اللي دعم لصيادي الأسماك. على كل حال خلينا نرجع نذكر كمان الاشخاص اللي بعد ما حجزوا بطاقاتهم وحابين يروجوا ويحجزوا يروجوا من هلا لانه كمان خلال هيدا العرض رح يكون في كمان تسوق اكيد ضمن اسواق البترول اكيد رح بيكون في كمان رح يكون خلينا نرجع نذكر رح يكون في سحب على السياره بختام شهر ايلول مزبوط من خلال صحيح. بطاقات عم توزع صحيح. من قبل صحيح. اصحاب وتجار المحلات صحيح. الاشخاص اللي عم يشتروا من عندهم ورح بيذكر بشغله كثير حلوه عاملين مجسم ل غطاس بحري رح بيكون موجود معنا وعاملين كمان صبية حلوة من البترون نعم. عاملين لها فستان حورية بحر كتير حلو عم نجهزه هلا رح كل الناس إذا بتحب تتصور معه وفيهم ياخذوا صورهم عن فيسبوك جمعية تجار البترون فيهم يسحبوا صورهم كل الناس فيها تيجي وتتصور وكله ببلاش نعم على كل حال كانت عم تمرق على الهواء الشعار تبع السيارة أو البطاقة اللي بتخولهم أنه يربحوا السيارة بختام شهر أيلول فيكونوا كتار أكيد ويشجعوا بعضهم كمان أكيد لأنه البطاقات موجودة بكثرة بالبترون كل ما اشتروا كل ما ربحوا بطاقات كل ما زاد شانس ربح السيارة أو $500 يلي رح تنسحب كل نهار أربعة كل جمعة يعني عنا $2,000 كل جمعة مقسمين على 4 جماع كل نهار أربعة رح بيصير في سحب على $500 كاش نعم على كل حال البترون معروفة ببحرة معروفة بشاطئة كتير حلوة معروفة بصورة الفناء هي حلو. كانت معبر اصلا للبنانيين للبحرية البحرية حتى مثل محطه من ينتقلوا من جنوب على الشمال او على صحيح نعم صحيح. على كل حال البترون يعني تاريخ بحد ذاته فاقل شيء ندعمه اكيد بنكون واقفين حده وبدي اذكر كمان انه بهيدا النهار تحديدا كل المأكولات البحريه اللي عم تعرض هي منتوجات لبنانيه مزبوط منتوجات لبنانيه نعم نيه رح تعرض على ثلج رح تنشوى وتنقلى وتوزع مجانا من بحر البترون من بحر البترون بحر لبنان كله نعم. في عنا من البترون ومن لبنان كله كل المسامك بالبترون عم بتساعدنا بهالمشروع لانه مشروع كثير يعني فعلا مشروع كتير كبير صحيح. كيف رح تصير الأمور رح نبلش كل ستاند بستاند ولا في عدد كتير كبير من الصيادين عم بيكون موجودين على الستاند صحيح هن اللي عم بيساعدونا مزبوط نعم. رح بيكون في عدد كتير كبير ومعهم شباب عم بتساعدهم لأنه ما فينا نضيع وقت التلج موجود السمك بدها تنزل عليه الأسماك نية ما فيك تاخدي وقتك نعم. يلا كله على السريع يعني في عدد كبير عم بيشتغل عدا عن التلج 10 طن من التلج يعني منه هين كمان صحيح صحيح نعم. صحيح وعملناها عشيتها كل الناس تكون فاضية ومرتاحة ومبوردة وتتسلى معنا نعم. لويزا باسيل أمين سر أمينة سر جمعية تجار البترون يعطيكم ألف عافية يعني هيك من خلال هيدا الإيفنت هيك بنكون عم نهمس بحنايا كل شخص حابب يزور هيدا المنطقة خفية من تاريخ البترون حتى يعرفوا فعلا ويتعرفوا أكثر على سحر هيدا المنطقة وهالبلدة تحديدا يلي بتوقع بقضاء البترون محافظة لبنان الشمالية تحية كتير كبيرة لكم يعطيكم ألف عافية لألكم. على هيدا الجهد ونحن متأمنين خير نتأمل خير ونوعد كل الناس بالسوفينير الحلو الموجود بين ايدينا ضمن هالسهره رح بيكون في سوفينير كتير حلو من البحر من بحر البترون من الشواطئ المحيطه بالبترون نعم شكرا يعني من عبق البترون وريحة السمك اللي بشهي هالمرة رح نروح لشي تاني رح نروح مع شيف نادين أسيس حتى نحضر بولي ألو رانج خليكن معنا نحن كمان بصباح لبنان الأكل عنا كتير طيب خاصة مع شيف نادين أسيس بفقرة زاست ورح نحضر سوا نحن وياها هلا بولي ألو رانج
بونجور شيف. بونجور، كيفك اليوم؟ صافا الحمد لله. صافا، يعني اليوم طبق كثير بشهي، الريحه كثير طيبه. انا قبل ما اجي لعندك كنت عم شم ريحه البطاطا اللي عم تقليها، البطاطا هيك على شكل دائري. بومن وازيت، مزبوط. حضرتها تحت الهواء كمان لنكسب وقت لانه ما معنا كثير وقت. سبحان الله، ريحه غير شكل. ودائما طعمي غير شكل معك شيف. ثانك يو. هلا المشاهدين ما يمكن مش ضايقوا بس عم نخبط. نحن عم نعطي الشهاده، ما تقطعني. ثانك يو حبيبه. لكن هلا اليوم مثل ما قلت فيها بدنا نعمل بولي الاورانج. هلا غريب شوي انه عم ندمج التشيكن مع الاورانج مع السكر وهيك، فكثير اشخاص بيستغربوا هذا الموضوع، بس عن جد شيء كثير طيب. انا كنت اكيد ما عم بستغرب لانه كثير طيبه. هي مزبوط. فاذا خلينا نشوف كيف بنحضرها. هلا اكيد في كذا طريقه، في كذا مكونات بتدخل بالبولي الاورانج، بس اليوم نحن رح ناخذ الباز. انا اليوم مع الباز اللي بدنا نتعلمها دخلت الفليفله والثوم والبقدونس والبطاطا. اوكي. فاذا هلا اول شيء لشو نحن بحاجه؟ نحن بحاجه للبوم نوازيت مثل ما قلت، يعني راس البطاطا نعملهم كلهم دائريات و نقليهم. فينا نقليهم بس او فينا نسلقهم ونرجع نقليهم. كمان نحن بحاجه لصدر الدجاج، بقدونس مفروم ناعم بالاخر، فليفله حمراء، ثوم مدقوق او مفروم ناعم، ليمون كمان مقشر ومحضر، عصير الليمون بحاجه لربع كوب تقريبا، ربع كوب من الخل، فيه يكون خل التفاح، فيه يكون كمان خل ابيض، ما عندنا مشكله. الفودكا او الجرام مارنيه، فينا وحده من الاثنين، كمان بتعطيها نكهه كثير طيبه. هلا اللي ما بده يستعمل الكول في يستغني عنها نهائيا. قشره الليمون ما كبيتها، سلقتها واحتفظت فيها للزينه. زبده شوي صغيره، هلا زبده كمان فينا نستبدلها بس بزيت، بس انا اليوم عامله مزيج ما بين الزبده والزيت، هيك بنكون عم نص بنص الكوانتيتي. النشا كمان فيه يستبدل بالطحين. اوكي، يعني فينا نحن عم نطبخها نرش طحين نرجع نضيف المرقه. كمان نحن بحاجه لمرقه الدجاج، برش الليمون كمان بالاخير، والبهارات، بهار ابيض، بهارات الدجاج والملح. طبعا بدنا نملح ونبهر صدر الدجاج كثير منيح. اوكي، فاذا مرحله اولى، اول ستيب، بدنا نبهر بهار ابيض، بهارات الدجاج والملح. شايف اذا حطينا بهارات الدجاج لازم نحط كمان بهار ابيض؟ هلا انا اليوم حبيت لانه هو هيدا البهار ما فيه كثير بهار ابيض، فمشان هيك ضفت له بهار الابيض. فهون ست البيت هي بتعرف حالها المزيج اللي جايبته من المطحنه ساعتها. كل مزيج عن مزيج بيختلف. ما هيك. وهيدا ملح. اوكي، هلا هول كلهم بدنا ندمجهم مع بعضهم، بس خليني بهالوقت حط الزبده على النار، هيك بتبلش تدوب مع الزيت. هلا طريقة الطهو بدها تصير، بدنا نقلي صدر الدجاج بالطنجرة، بنرجع بنشيله على جنب وبنفس الطنجرة بنعمل الصوص. كثير منيح. شايف هلا انا بعرف انه دائما بنحط زيت مع الزبدة ما تحترق الزبدة، ولكن احنا هون عم نحط زبدة وزيت كرمال اي موضوع؟ كرمال اولا بتخفف شوي كمية الزبدة حتى ما كترها كثير، ثانيا حتى ما يلزق صدر الدجاج بالطنجرة، وخاصة انه الطناجر الستينلس وهيك اوقات بيكونوا دغري بتلزق عليها الاكل. مزبوط. ولا فاذا اول شيء الزبده للنكهه والزيت مثل ما قلنا حتى ما تلزق. فاذا هلا صدر الدجاج اكيد مع البهارات تبعوله بتملح وبيتبهر وبده يتقلى بقلب الطنجره. شاف في كثير اشخاص بيقلوا الدجاج وهو عم يتقلى بيضيفوا له البهارات. كمان ما في مشكل، ما في مشكل ابدا بالموضوع. حس اهون ما تنقعي و هلا هو حطي له بهاراته قبل. اذا حطيتي له بهارات هيك تحسيه انه كلهم خلص شرب شربوه مضبوط، يعني هيدي هي الفكره بس. يلا خليني بعيد احلى ما قطرتش. مضبوط. وهيدا صدر الدجاج. هلا على جنب بالطنجره الصغيره اللي حدك فيها. اوكي، شو بدك اعمل؟ بدنا نحط إشي؟ لا يلا هلا انا بحطهم. بدنا نحط ربع الكوب من عصير الليمون مع ربع الكوب تبع الخل. بدك ولع النار تحتها؟ يلا ما هي دغري هن بيغلوا بياخذوا بعضهم مزبوط لانه بدنا نضيفهم بالاخر. هيدا الصدر. انا حطيتهم على نار هاديه. اوكي، فاذا ربع كوب من عصير الليمون، برتقال يعني. اوكي،
مش الليمون الحامض. نعم. والخل قد ايه حطينا خل؟ كمان ربع كوب بعضهم. لكن ربع كوب ليمون وربع كوب خل. ننطرهم حتى ياخذوا بعضهم ويبلش الكونتيتي تبعولهم تقل، يعني كانه عم بعمل سيرو اذا بدك حتى تعقد الصوص. مزبوط. شو بنرجع بنعمل بهالحاله؟ هلا هول بدنا نتركهم على جنب، بس خلص بالاخر كل الصوص بدي تضيفهم عليه. اوكي هلا ما بنحركها ولا شيء ابدا، ولا بنضيف سكر. لا عظيم. السكر اللي موجود بقلب البرتقال هو كافي. فإذا نصدر الدجاج من قلبه بس حتى يبلش يشقر، وهون بلش يشقر. هذا الطبق اليوم شفنا دينا عم بتحضره لإلي، بتعرفني ما بحب غير صدر الدجاج. أنت واللحمة مش أصحاب. ما بيكل حتى بالدجاج غير الصدورة. مزبوط كمان. فاليوم خلص. زبطة معي اليوم ما حدا يجرب يقلي. أخفف النار هون. يلا بدهم هون 3 دقائق ماكسيموم بيكونوا صاروا ردي منطفي النحطة. وهون رح نقوي النار شوي صغيرة. لازم الدجاج يتحمر ولا بس مجرد يستوي؟ لازم يشقر. بده يشقر، بس يبلش يشقر بشيلهم على جنب وبلش اشتغل بالصوص اللي انا بدي احضره. عظيم. وبرجع وبقول بانه بنفس الطنجرة، يعني حتى استفيد من خواص الدجاج اللي اوريدي علقوا بقلب الطنجرة. شاف بهالوقت بما عم يتقلى الدجاج بالطنجره، شو رايك نرجع نذكر بالمقادير؟ يلا اوكي. لتحضير بولي الورانج. فاذا بالنسبه للمقادير نحن بحاجه لصدر الدجاج او فيليه دجاج كيلو، زبده تقريبا ملعقتين. اليوم حاطه المقادير مثل ما انت بتحبي فيها، بالملعقه وبالحبه. زيت نباتي ملعقتين، ملح ملعقه، بهار ابيض رشه تقريبا، وبهارات الدجاج كمان اكيد رشه، ثوم 4 صوص من الثوم، عم نحكي لكل هيدا الكونتيتي. فليفلة حمراء، نحن بحاجة لقرص من الفليفلة الحمراء. برتقال شرائح هون، يعني قشرناهم وهيك. أكيد حسب كبر هي الليمونة قديش، فمبدئياً إذا حجمها حرزين لليمون نحن بحاجة لاثنين ليمون. كمان نحن بحاجة لعصير البرتقال ربع كوب، وربع كوب من الخل، وهلأ حطيناهم على النار حتى يبلشوا ياخذوا بعضهم. فودكا ممكن استبدالها بالجرام مارنيه كمان. تقريبا نصف فنجان قهوه، ما بدنا اكثر. النشا كمان من الممكن استبداله بالطحين، بس بالحالتين يعني اذا عم نستعمل نحن النشا المفروض انه يتذوب تنرجع نضيفه على الصلصه، واذا لا بنضيف الطحين بعدين بنضيف المرقه. مرقه دجاج نحن بحاجه لمكعبين من المرقه او تقريبا كوبين من المرق مي. كمان نحن بحاجه للبقدونس والبطاطا النوازات مثل ما قلنا قبل شوي 300 جرام. شايف البقدونس لزينه؟ هي لزينه، بس كمان فيك تضيفيه بالاخر عليها، هيك بيطلع ما بتطلع كثير باهته الوانها، لانه بتعرف الدجاج ابيض وهي الصوص رح يطلع لونها كمان فاتح. فمشان هيك حطيت الفليفله الحمراء تعطيها لون، والبقدونس حتى يعطيها لون. يعني الدجاج لونه ابيض والبطاطا كمان فاتحه. مزبوط. وكل المكونات الباقيين فاتحين، حتى الصوص تبع الليمون كمان. مزبوط. فمشان هيك دخلت لها. يلا هلا هون الدجاج اخذ اللون الاشقر، وفي شغله هون انه هلا بنقول انه معقول استوى، هو ما استوى. هلا بس خلص الصلصه رح ارجع اضيفه عليها، فرح يرجع يستوي بقلب الصوص تبع الاورانج. بالمطاعم شاف لما يقدمون لك بولي الاورانج الصوص بتحس لونه مايل على صفار شوي. مزبوط. بيكونوا ضايفين لها عقده صفراء او ملون حتى تصير هيك؟ ممكن يضيفوا الزعفران لها، ممكن يضيفوا ما بعرف. هلا هون هي صارت كل شاف هو كيف بيشتغلها. نعم. للشغله. وممكن هلا تنقول انه عصير الليمون وحده كفيل انه يعطيها هاللون الاصفر كثير. اكيد لا. فاذا هلا رح ضيف الثوم على نفس الطنجره. ثوم مدقوق ناعم. مزبوط. الغريب انه ما فيها بصل. اليوم مزبوط. مع انه فيك كمان اللي ما بياكل ثوم بيقدر يحط بصل وكرات. محل ثوم. مزبوط. هلا فليفله الحمراء. هلا في هون مثلا انه ليه فليفله حمراء؟ مثل ما قلت لك فيها انه
لانه هي لونها كثير باهت وكثير اصفر، فمشان هيك استعملت فليفله الحمراء. هلا اللي ما عندها ست البيت اللي ما عندها فليفله حمراء فيها تستعمل الخضراء، بس انا استعملت الحمراء لانه استعمل نوع البقدونس. واي لون موجود عندها ايه؟ فيها تستعمل، بس مش اصفر، الاصفر ما حيبين طبيعي. فيها تحط الاورانج، فيها تحط الاحمر، فيها تحط الاخضر، بس بعد عن الاصفر. فإذن هاي الفليفلة شايفوا لازم تكون هالقد قطعة صغيرة؟ ايه مفروض تكون قطعة صغيرة، لأنه مثل ما شايف البوم الوزاد كمان قطعة صغيرة، يعني ما في شيء بقلبها إلا الدجاج قطعته كبيرة. بيرجع من بعده بيجوا الليمون، والليمون كمان رح يزم هلأ على النار. البطاطا الكرزية فيها نحضرها نحن بالبيت في حال حبينا نحضرها، بتاخذ شوية وقت زيادة، وفينا نجيبها خالصة مزبوط. موجودة بكيس بالسوبر ماركت مزبوط. ولكن إذا بنحضرها لازم نسلقها قبل؟ لا 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 عادي. كيف هنبرمها؟ مش لازم نسلقها؟ راس البطاطا بتقشريه اوكي، وفي إله ولا بنبرمها هيك في مثل مزبوط مثل هيدي اوكي، بتكوزيها بتكوزيها مزبوط، وبتطلع بولة اوكي اوكي. وهون يا بتقليها دغري يا تسلقيها مش كتير وقت، يعني ابو اربع دقائق ماكسيموم، يعني سور فابور اذا بدي أوكي. كمان حتى ترجعي بتلتيها بطحين وبتقليها، او تعمليها باني طحين بيض كعك وبتقليها. انا كنت مفكر يعني لازم نسلقها نرجع نعملها على شكل دوائر صغيرين لتها بالطحين والكعك ونرجع نقليها. ساعتها كمان بتصير اصعب عليك، يعني ساعتها بدك تضيفيلها شويه طحين على قلبها حتى ما تفرط معك بالقلي. فالطريقه اللي انا عم اقول لك عنها لا طريقه اللي انت عم تقوليها اهين بكثير واسرع مزبوط. هلا رح ضيف الليمون كمان. الليمون لازم نخلي القشر فيها ايه مثل ما هن مثل ما هن نو ما ضروري. انا بعطل هم الليمون لما احطه هيك بحس رح يخبص دغري. هو دغري ما هو كميه المي مزبوط كميه المي اللي بقلبه، فمشان هيك هلا دغري رح اشتغلها انا للصوص وما رح ما رح طول كثير عليها. بتشوفيهم بلشوا دغري يدبلوا ويكبوا ميتهم. هلا بحال عم نستعمل الطحين ساعتها بنضيف الطحين هلا. نعم اوكي، بس انا بما انه اليوم عم استعمل النشا، يعني عاده لانه كثير بستعمل الطحين، اليوم حبيت استعمل النشا مش هلا، لما اخلص وضيف المرقه ساعتها بضيف النشا. اوكي هلا انت عاملوها مثل ما شفنا دينا اليوم عم بتطبقها، ما استعمل الطحين خلوها تضبط مزبوط. لا انا يعني مضطر ان اعطيهم الطريقتين صحيح. اوكي هلا رح نضيف البودكا، لما تضيف الالكول على طول فودكا تحديدا سكرنا او فينا جرام مارنيه كمان. هلا اللي ما بده يستعمل الكول اكيد فيهم ما يستعملوا. انا سكرت على الريحه ما عملت شيء، ريحه كثير طيبه. انا طفيت هون اوكي يا حوي، شفنا انه الكوانتيتي عقدت. يا فاذا هيدا الليمون قد ايه بياخذ وقت تحضير هذا الطبق شاف بالبيت تقريبا؟ يعني نحن هلا صرنا تقريبا اخذين شيء 5 دقائق 6 دقائق، قد ايه هو بده؟ هو بده تقريبا بين 12 دقيقة وربع ساعة. بتكون خلصت ست البيت، بتخفف النار تحتهم، بتترك الدجاج حتى يستوي. كثير منيح، ما بدها كثير وقت، المهم تكون المكونات جاهزة والباقي كله هيدا. هيدي المرقة رح ضيف المرقة عليها. برجع بقول انه إذا طحين ساعتها بضيف الطحين، برجع بضيف المرقة. هلا بضيف النشا مزوب، بس بنضيف شوي النشا قبل ما نضيف البرش تبع الليمون. برش الليمون بالاخر بالاخر، بس هيك تزين فيه على الوجه. اذا حطيناه بقلبها ممكن يمرمر؟ ممكن يمرمر، فمشان هيك انا بدي اتفادى انه يمرمر، فمشان هيك بالاخر رح ضيفه. هلا بس بنطر شوي صغيره حتى تبلش تسخن. انا فكرت بقى نعمل مثل الجاتو لما نضيفه بقلبها بيطلع طيب. فينا نضيفه بس تفاديا انه تمرمر معنا، وخاصه اوقات معقول يطلع الليمون شوي مر اكثر تنتزع الطبخه فبلاها بصير عم ناكل طعمه مره. ما هيك مش وقتها شايف. هلا هون هيدي القشره للمشاهدين، بس ارجع اذكرهم انه هيدي القشره تبع الليمون اللي انا قشرتها بس سلقتها واحتفظت فيها، هلا بزين فيها نزين فيها الطبق بالاخر لما يخلص. اوكي هلا رح نضيف النشا حتى تعقد الصلصه معنا. شاف النشا لما نضيفه بمي بارده على السخن ما ممكن يكبتل وتنتزع؟ ما كبتل.
بهالطريقه، بس تضيفي شوي شوي وانت عم بتحركي ابدا ما بكتل. اوكي. هلا كثير اشخاص بيقولوا مجرد ما بدنا نضيف النشا على الطبخه واذا كانت سخنه نسخن المي ونضيفها سخنه، ولا لا؟ كمان كمان ليك هلا على طول في كذا شغله، مثلا على اللبن خاصه انه لا صحيح. يفضل شفت هديك المره عملنا شو كنا عاملين دخلك كبه لبنيه، هلا كمان عم يشتغل ما فينا نقول شيء، بس لما نحن بدنا نشتغل بالبيت ايه مزبوط. لا لا يكون مهم الدوبة، مهم الدوبة النشا نعم. وعلى طول على طول لما بدنا نضيف ان كان طحين ولا نشا على الطبق بيتنزل مثل الخيط انت وعم بتحركه، مجرد ما نزلتيهم مثل الخيط خلص انت كامشتيه على الطبخه، مش هيك مشيتي كذا بدك كل شيء هيك بنضيفه بهدوء وبسلاسه بيزبط. وعن جد وعلى طول اطبخه على نار خفيفه. أوكي. لو اخذت 5 دقائق زياده بس تطلع الطبخه سوبر. شايف قرب الوقت ينتهي، رح الدجاج. شو رح يصير هلا بهالوقت؟ ضفت الدجاج على الصلصه. اوكي. ولاحظ اللون فيها، شفت اللون؟ من دون ما اضيف نهائيا لا كاري ولا زعفران ولا عقده صفراء، طلع لونها للصوص ضارب على صفار. كثير منيح. كله بفضل الليمون. قد ايه بدها وقت تقريبا على النار هلا؟ هلا بدها بعد ما ضفنا الدجاج ماكسيموم 10 دقائق بيكون استوى. بدها 10 دقائق بعد؟ ماكسيموم، ايه لانه السميك الدجاجة. هلا هول المزيج تبع البرتقال وتبع الخل كمان بنضيف عليها. ايوه شاف. بضل في عنا الملح والبهار الابيض والبقدونس والبطاطا بنقدمها على جنب. البطاطا تتقدم على جنب وفينا اذا بدنا نحطها بقلبها. فوالا هيدا البقدونس ضفناه. يومي هيدا اللون هيدا اللون اللي حصلنا عليه للبولي الاورانج، صوص لونه ضارب على صفار، الفليفله عطتها اللون الاحمر، البقدونس عطاها اللون الاخضر. بضل في عنا ملح وبهار ابيض. بنتبه لكميه الملح هون كمان لانه ديجا حاطين مرق. مزبوط. هيدي رشه ملح كثير صغيره ورشه بهار ابيض كثير صغيره، رغم انه نحن ملحين ومبهرين للدجاج. بدك تعملي بريزنتاسيون على السريع شاف ولا ما بتلحقي؟ ما الدجاج بعد ما استوى. ما استوى. اي طيب. ما مشان هيك. رح نتركهم يستووا على رواق لانه نحن خلص وقتنا للاسف معك شاف، دائما الطبخه ما بتكون جاهزه. اوكي هلا هيدا برش برش الليمون، يا بنضيفه بالاخر او بنضيف رشه بس بدنا نطفيها. طيب. اوكي هيك بتكون خلصت طبختنا. يعطيكي الف عافيه شيف نادين قسيس على البولي الاورانج اللي اليوم تعلمناها منك، كثار بالبيت يمكن ضايقينها برا وبحبوها كثير بس ما بيعرفوا كيف يحضروها، اليوم صاروا يعرفوا كيف. مزبوط. بدي اتمنى لك نهار ممتع. ثانك يو لك كمان. نرجع نشوفك الجمعه ان الله راد. ميرسي شيف. رح نروح هلا نحن وياكم مشاهدينا لاخر فقره بصبحيتنا لليوم لعند ريتا قصاف وشادي خلف وفقره ديزاين. هاي شادي. سافا. سافا ايتوا. سافا. سافا. كان نحن صرنا جمعتين بساين ان، كنا بديزاين سوري، هيديك الجمعة حكينا عن أجزاء معينة بقلب البيت وحكينا عن التفاصيل كيف بتكون وعددنا كذا نوع ديزاين فينا نستعمله أكيد بقلب البيت. هالجمعة أنا وشادي أكيد مكملين بنفس الطريقة، عم نفوت أكثر وأكثر بقلب البيت بالانتيريور بالديزاين تبع أجزاء أكيد معينة بقلب البيت وإليمنتس معينين. اليوم رح يكون شادي عم يحكينا عن ديزاين تبع المرايات بقلب البيت، كيف فينا اكيد نزين البيت كله بالمرايات، خصوصا انه هيدا الشيء كمان دارج هلا بيوسع اكثر السبيس، وغير هيك انا رح كون عم بحكي اكيد عن الديزاين تبع النايت ستاند يعني الكومودين بقلب اوض النوم، رح نبلش معي ومع هالديزاين، اذا بنشوف باول صوره اكيد رح نروح اكثر على الديزاين تبع اوض النوم اللي بتجي ورا التخت مثل فريم مثل كادر فايت اكثر انكاستري بقلب الحيط تيعطي هيك اذا بدك كانه التخت هو محطوط بقلب الحيط بيعطي انتيميتي اكثر بقلب الاوضه. غير هيك اللي بحب اقوله انه هون عندنا اكيد الكومودين حدنا هن معمولين كانهم مكملين هيدا الفريم وطالعين ان بورتافو يعني هن فلوتينج منهم دقين بالارض بطريقه كثير مهضومه، والخشب واللون الابيض هيدا اللون الخشب واللون الابيض مثل ما نحن دائما كنا عم نحكي عنه بفقرات ديزاين كثير دارجين كتير ترندي لهيدا السنة.
بالصورة الثانية رح نشوفها هون ما رح نشوف حيط نورمال، هو سيباراسيون بين اسباس واسباس، هو اللي عم بيفرق بين سبيس وسبيس، بالعكس رح منكون عم نشوف مثل إذا بدك سيباريشن وعلى الواطي ورانا فينا نقشع شو اللي موجود. أكيد هون فينا في عنا الفوطة على التواليت منا كتير محجوبة، وفي عنا أكيد كمان مطرح ما ونسماكي ومنغير أكيد بالديزاين تبع حالنا مش تبع تبع البيت. فمن ما لاحظنا انه هو كمان معمول من الخشب، الخشب الغامق هون اللي بنستعمله اكثر بركه ببيوت الجبل اللي ميل اكثر على الروستيك. وكمان بنشوف انه الكومودين حد التخت، والتخت كمان هو معمول تحت الستاند تبعه اكيد من خشب، ونفس الخشب معمول الكومودين اللي كمان هن فلوتينج، بس فلوتينج على نوع خشب ثاني اكيد وسيباريشن. بالديزاين اللي بعده اللي بدنا نشوفه هون اكيد بالصورتين اللي رح نشوفهم رح منشوف مثل طاولات ديزاين كثير مهضوم كثير اندستريال كمان بينحطوا بقلب اوض النوم، يعني احنا ما نخاف انه نحط قصص كثير سمبل كثير اندستريال بقلب اوض النوم، مش ضروري اوضه النوم تكون كثير سوفيستيكيتد وعجقه 100%، خصوصا هلا ببيوت الجان اللي عم ياخذوا هلا بيوت عم بيروحوا اكثر على هدول الديزاينز، يعني ما في هيك سامبل اكثر منها. هيدي الطاوله اللي عم نشوفها هون معموله اكيد من ستانلس وعليها فيجيتاسيون البلانت، وبالصوره الثانيه معموله من خشب. هيدا الديزاين كمان كثير مهضوم كثير مينيماليست محطوط بقلب اوض النوم اللي هي اكيد كومبليتلي باللون الابيض وفيت فيها شيدز اوف جراي. الصورة اللي بعدها اللي بدنا نشوفها هون كمان رح نرجع على الفلوتينج كومودين فلوتينج ناين ستاند اللي هن منهم اكيد دايقين بالارض. هيدا النوع شادي انا كثير عم لاحظه هلا عم بيكون بقلب البيوت كثير دارج، لانه بتحس انه عم ياخذك على عالم ثاني كثير فيوتشرستك بتكون الديزاين تبع الاوضه. ديزاين اكيد منا كثير معودين عليه بقلب البيت، وبده دقه كمان عند النجار هو يقدر اكيد يثبت هيدي الكومودين على الحيط من دون ما توقع تتحمل اكيد الوزن اللي احنا رح نحط عليه. احنا اكيد ما نحط وزن كتير كبير بقلبودة النوم على الكومودين حدنا، بس انه على القليل يكون المينيموم تقدر اكيد تتحمله. بهيدا الديزاين عم نشوف كمان كيف اللايتنج معمول على الفريم، وعنا كمان تو سبوت لايتس محطوطين كمان بقلب الفريم اللي هن جايين فوق الكومودين. بالصورة اللي بعدها كمان عم نرجع على الفلوتينج نايت ستاند، هون عم نشوفه كمان بخشب وفايت فيه شويل إذا بدك الإزاز اللي هو معمول باللون الأسود. هيدا الإفي بين اللون الأبيض اللي هو الحيط مدهون فيه وهالفريم اللي شايفينه الكادر اللي فوق التخت، هون عم نشوف الكادر فوق التخت مش التخت فايت بقلب الكادر. كمان هيدا ديزاين كتير مهضوم، وحتى الإسباس اللي عنا يه فوق يعني هن هدول الكان سنتيمتر أو الفان سنتيمتر اللي فايتين فيهم بالحيط عم بيكونوا كمان عم يستعملوا تقلوا نحط فيهم غراض أو نحط فيهم حيالة ديكوريشن بقلب البيت. بالديزاين اللي بعده شادي اللي منا نشوفه هون ديزاين معمول ل his and her، هون عم نشوف كمان نوع طاولات من حديد، الأزرق أكيد للشاب بيكون واللون الروز هو أكيد للبنات، وعم نرجع نشوف هدول الديزاينز الكتير مينيماليست اللون الأبيض اللي عم بيفوت فيه شوي اللون السيان اللي هو الفاتح مع الجون، وعم نرجع نشوف النوع الضوء اللايتنج بندنت لايت اللي هن كمان كتير دارجين. هيدا النوع من اللايتنج كان عم نشوفه بالديزاينز تبع المطابخ أكتر شيء وفوق الدايننج روم، بس أكيد بيجوا كاستمايز او بيجوا بطريقه ثانيه طيب ينحطوا اكيد باوض النوم، ودارجين اكثر من مدارج تحط لامبادير كثير تراديشنال على الطاوله. ما بقى دارج، صار انت فيك تحط بندنت لايت دغري فوق الكومودين تبعك، واكيد هي بتكون عم بتضوي بشكل كثير مهضوم وكوزي بقلب اوضه النوم. بس بتعرفي اذا مثلا بدك تغيري البوزيسيون تبع الكومودين بتصير مجبوره تغير كمان اللايتنج. مزبوط 100%. بالديزاين اللي بعده اللي بدنا نشوفه هيدا ديزاين انا كثير حبيته لانه عم يجمع بين انه هو light it's lighting design وبنفس الوقت it's a floating night stand. سو عم نشوف انه بالصوره اللي بعدها هون عم نرجع نشوف كمان كيف انتجري الكومودين بقلب الحيط، هون مش بس هي floating هي floating وكمان فايت بقلب الحيط. هالصوره اللي عم نشوفها هلا هيدا الديزاين اللي انا كثير حبيته شادي اللي هو على شكل سيركولار، مع انه انا ما بحب الاشكال السيركولار بلاقيها شوي هيك ثقيله بقلب البيت، بس هون جاي بشكل كثير مهضوم بشكل كثير رايق اذا بدك، وكمان مع الخشب
تبعتي افيه كثير حلو، وخصوصي انه هو مميز بانه بيضوي، يعني ما انك بحاجه انه تحط لامبادير ولا بحاجه انك تحط بندنت لايت، هي الكومودين هي ذاتها بنفسها عم بتضوي. ديزاين كثير حلو ومهضوم، وكثير حلو انه تشوفه هلا عم بيصير اكثر واكثر عم بيفوت بقلب البيوت، هالديزاينز الفيوتشرستيك اللي هي غير اكيد الديزاينز تبع الفلوتينج نايت ستاند. هلا بالديزاين اللي رح نشوفه هون عم نشوف كمان شيء ما نا معودين عليه، منه تقليدي، ديزاين اكيد كتير سيمبل وكتير هين. هون عنا فينتج تشيرز، يعني الكراسي اللي هي شوي فينتج وشكلهم غريب، عم يستعملوهم اكيد يحطوهم حد التخت حد البيت كرمال هن يكونوا اذا بدك ريبليس، بيكونوا بديل عن الكومودين بقلب البيت. هلا ما كثير من العالم تتقبل هيدا الشيء، خصوصا انه بيلاقوا انه لا وليه ما نحط كرسي، فينا نحط فلوتينج عرفت انه نايت ستاند، ليه ما نحط او طاوله عاديه او طاوله عاديه. بس هون يمكن للاكثر اللي عندهم هيك بالفن وعندهم اذا بدك اكثر نظره للبوزار اكيد بيتقبلوا هدول القصص، لانه احنا بنشوف كثير قصص بالديزاين وهذا الشيء اكيد منه غريب علينا. اوكي بالديزاين اللي بعده شادي اللي بدنا نشوفه هون رح نشوف طبيعه اكثر واكثر عم تفوت بقلب اواد النوم. حلو هالديزاين، هيدا ديزاين كثير مهضوم، عم نرجع على الروتس، عم نرجع على الجذور، على الطبيعه. هون بجزع شجره اكيد هو معمول بطريقه فنيه كثير مهضومه، اكيد شايلين عنه القشره الخارجيه وطي يبقى هيدا اللون الحلو اللي محطوط عليه، اكيد دهنينه اتس كوتد. بس الديزاين تبعه مع انه سيمبل بس كثير حلو، يعني انت وقت تحس بوجود الناتور بقلب البيت غير انه بوجود البلانتس بقلب البيت، بوجوده بهيدي الطريقه بالخشب اكيد طريقه كثير مهضومه، ان كان بهيدا الديزاين او بالديزاين اللي بعده اكيد كمان اللي رح نشوفه عنا نفس الشيء انسبايرد من الطبيعه. عم نشوف نوع كومودين ثانيه كمان معموله كلها من خشب، بتذكرنا اكثر بالاشكال اذا بدك اللي هي انسبايرد من الطبيعه اللي هي أورجانيك شوي، منا كارتيزيان مثل تقليدي مثل الديزاين الخشب اللي شفناه قبل شوي، هالأنجل دروا ومنا بشكل مربع يعني جاي أكتر فلويد. هلا بالديزاين اللي بعده اللي بدنا نشوفه رح نشوف اخر اثنين ديزاين اللي هن الكومودين يمكن احنا معودين عليهم اكثر، فهلا عم يجوا بشكل بوكسز، هن اكيد محطوطين واطيين بيبقوا لانه التخت عم بيميل اكثر واكثر لانه يكون واطي. عم نشوفه انه هلا باثنين ديزاين اللي رح نشوفهم اخر شيء، هون عم نشوف اللون الخشب الغامق الفانجي اللي هو اكيد مع الالوان الجري محطوط بقلب اوضه النوم، وبالديزاين الاخير اللي رح نشوفه عم نشوفه باللون الابيض، الابيض اللي عاطي كونتراست مع ظهر البد اللي عم نشوفه اللي هو معمول من جرياج ميتاليك، هالجرياج ميتاليك كثير حلو وعم بيزيد اكيد تاتش مهضوم على الاوضه. وهون عم نرجع نشوف البندنت لايت اللي هن اكيد نازلين من السقف. هيدا النوع الكومودين بركي تكون تراديشنال، نحن معودين هيدي نشوفها اكثر من كل هوديك، بس بركي مع الاكسسوار اللي عم ينحطوا معهم بيطلع سلبي الكل، يعني مثل ما هون اكيد الجرياج ميتاليك وقتها نزيد وقتها كمان نزيد البندنت لايت اللي هن الضوء اللي نازل من السقف هون بطريقه كثير مهضومه، شفنا اكيد باخر صوره اثنين نازلين بشكل لونجيتودينال، شكلهم منه انه اللمبه العاديه اللي عم بتشوفها اللي هي الامبول، بالعكس عم بتشوف شيء لونجيتودينال نازل، عم تعطي اكيد افيه كثير حلو. ولا شادي من النايت ستاندز رح تنتقل لك اكيد ميرز. مع ديزاين المرايات بتعرفي ريتا كنا من زمان اللي بيعرف انه بالزمانات على وقت الاركتكتشر دي كلاسيسيزم بفرنسا وقت تعمر شاتو دو فيرساي كانوا كثير من العالم معروف عندهم بشاتو دو فيرساي بالجاليري دي جلاس اللي هي سيتان كولوار كله معمول من مرايات، يعني بالنسبه لهم بالزمان العالم الاغنياء كان عندهم كله مرايات، دونك كل ما تكون المرايه كبيره كل ما يقولوا العالم هيك they are rich more people they are richer. بقى هالمره رح نحكي اكثر عن الديزاين اللي هن تبع المرايات، رح نشوف كيف هالمرايه فينا على عده استعمال وكيف كل وحده عندها التوشي التاتش تبعها جوات البيوت. مثلا عم نشوف هون ريتا باول صوره هيدي المرايه بوزي، في كثير من العالم بدل ما ينقروا الحيطان وبيحطوا المرايه بيعلقوها مع كادرات، هالمره لا فيك تحطيها بوزي على الارض اكيد مع كادر كثير روسيك كثير انتيك بحد ذاته، يعني المرايه اللي يعطوا قيمه اكثر بيعملوا هيدا الكادر اذا بدك المشغول عليه، فيكون اكيد حديد فيكون خشب فيكون، يعني في عندك عده الوان وعده شيبس. مثلا هون مثل عم نشوف هون حتى البوزي بتلاحظي كمان انه في عندك كونتراست بين انه هي كلون لون الكادر وحتى الارض اللي معموله كمان من خشب. اما بالديزاين الثاني رح نشوفه كمان بعدنا بالمرايات، هالمره للاستعمال
الاستعمال الخاص اذا بدك بالتواليت او حتى يمكن كمان للبنات يستعملوه كميك اب للمرايات. هذا الحلو فيه ريتا هو الارتس اند كرافتس، دائما بنحكي عن امور فينا نحن نعملهم بالبيوت. اذا بتلاحظي في عندك وحده تبع اللي بيقصوا فيها بيقصوا عليها الخضره قصينا، يعني شايلين شافه الخشب بس تركين البورجير تبعها على اليمين وعلى الشمال وحاطين مرايه بالنص. سو هيدا في كمان نستعملها يمكن عن محل حلاقة عند رجال يحطوا لنا المرايه يمكن ورا لنشوف رقبتنا وهيك. نفس الشيء كمان بالنسبه للبراش البين تبع الدهان، كمان شايلين الريش من المسكه حاطين كمان المرايه. سو هول كمان فينا نستعملهم يمكن نبقى كمان هيك فكره جديده. وحتى ريتا في وحده من الديزاين هون على صغير مبينه كمان في هيك تحطيها يمكن بجزدانك مثلا. بتعرفي في كثير من البنات بيحملوا مرايات تبعهم ان كيس بدهم يحطوا ميك اب مثلا، كمان في هذا الشيء يكون محطوط كمان بالجزدين. اما بالديزاين الثالث كمان للمرايات رح نحكي عنهم هالمره ريتا، هيدي المرايه مثل ما دائما بنحكي عن الاندستريال ديزاين. هالمره كونسيبت يمكن ما كثير بنشوفه انه المرايه وعليها فوقها بيجي غرياج او بيجي كادر وهيك، يعني سو كيف انه انت عندك المرايه فوقها فيك تحطي حديد فيك تحطي الومنيوم، بنفس الطريقه انت بتكوني عم تعملي كادراج للمرايه. مثل ما يمكن اكثر للديكو مش تنستعملها كرمال احنا نشوف حالنا. مزبوط 100%. مش هيك عاده هيك نوع مرايات بيستعمل يمكن بالصالونات او بانتري لو بيوت او حتى اكثر شيء بالاوتيلات بالمطاعم، ولانه العالم بيستعملوها بس كرمال الإفي ديكوراتيف والكرمال اللي يكبروا السبيس يحطوا فيها قيمة أكتر. سو عم نشوف مثل هون بالديزاين إذا فينا نعمل زوم عليه بتلاحظي ريتا أنه في عندك بالنص في عندك السيركولير وعندك دي ريون دو باغ إدور مع دي ديامتر مثل عم نشوف هون. وحتى بتلاحظي ريتا في عندك يبكي كونتراست بين الحديد اللي عم يستعمل كإندستريال ديزاين بين كمان الخشب اللي ورا هيدا المراية، وكرمال يزيدوا التوش لما نكون بباليت دو كولور يمكن تكون كتير غامقة حتى اذا بدك هيدي الفيجيتاسيون على الشمال هيك الفوجير كرمال انه هيك يعطوا حياه شوي لهيدا الديزاين. رح نشوف بالديزاين اللي من بعده اكيد هيدا كونسيبت اركيتكتشرال كثير بنحكي عنه اسمه الديكونستركتيفيزم اللي هو القصص المكسره قصص الكيوتيك اللي فيه عجقه اللي فيه هيك هالتكسيرات اللي ما بنحكي تريانجولاسيون. بتلاحظي ريتا بهالمرايه نو واي تشوفي حالك، نو واي تعرفي حالك اصلا، بتطلع كثير ديفورمي. هيدا كمان اتس ا بيس اوف ارت فيك تحطيها عندك بالبيت، تحفه فنيه بحد ذاتها فينا نحطها بالبيت ان كان كمان لانه العالم وقتها يفوت رح يقولوا انه اف واو لك هالشقفة شو حلوة تكون موجودة عندك بالبيت. سو كيف انه بحد ذاتها هيدا الميروار تعطي قيمة للحيط اللي وراها. حتى بتلاحظي كديزاين المراية حاطين كادر حواليه، على هيدا الكادر هو حيط مدهون ابيض وعليه الكادر كله معمول من جافسين واكيد بترجع بتدهني من بعده. سو كيف انه سيت اون ميز اون ابيم مثل ما بيقولوا اذا بدك مراية كادر جوات كادر جوات كادر. دونك هيدا الافي كمان كثير حلو بيستعمل كمان بالبيوت المينيماليست، يعني مثل ما ريتا قالت بكثير من البيوت بنروح على الكونسيبت الزين الرايق الرواق واللون الابيض، بس كمان حلو الواحد يحط يمكن توش هيك خواتين شوي بالبيت تكون عامل كونتراست بين كل هالرواق والقصص هيك. يمكن جادي هون الحلو بهيدا الديزاين انه في عنا كونتراست بين الحيط اللي هو ميل على الفينتج والكلاسيك وبين المرايه اللي هي عم بتميل للستيل ديكونستريفيس اللي هو كثير حلو مودرن اكثر. مزبوط، ما هيدي هي هيدا الشغل على الكونتراست كمان كثير حلو، يعني الواحد بالاركتكتشر كمان ما يحط يمكن تون سور تون مثلا الوان على الوان او ستيل وستيل، حلو الواحد يعمل يمكن كونترير مع بعضهم بيطلعوا كمان حلوين. اما هيدا الديزاين ريتا هيدا بيستعمل كمان بالبيوت الاكثر هيك بالضيعه، هيك مرايات عندك عده مرايات مثل بالصور هيدا ستيل امريكاني اكشلي هيدا الديزاين بنشوفه بالموفيز 100%. بتلاحظي ريتا مثلا يوجوالي بهيك نوع كادرات انت بتحطي صور صغيرة كبيرة يمكن يا بورتريت يا لاندسكيب، هالمرة بدل ما يحطوا صور حاطين مرايات بكادر، بتلاحظي حتى الكادر معمول من خشب طبيعي ووراه في عندك البريك يلي هو كمان بريك معمول من لون الأحمر، هلا أكيد معتقينه شوي بالديزاين كمان يفتح شوي. وبتلاحظي كمان بالديزاين المحطوطين من تحت إن كان الطاولة أو الأكسسوريز اللي نحطه، هذا ديزاين معروف بديزاين اسمه فلامان يلي هو كتير معروف بهذا الإفيل لبوا ناتشورال le bois de campagne le bois français وبس. هو هذا الديزاين عمله اذا بدك جملاج بين الديزاين الامريكاني الكادراج والبريك، لانه اكثر شيء البريك بنشوفهم بالبلاد النورديك لانه البريك بيحمل حراره، يعني كل بيوت كندا امريكا كل بيوت موجودين
بارتي نور هن بيستعملوا البريك، وعندك السيل فلامون الفرنساوي اللي موجود من تحت. اما بعدين هالمره ريتا هون رحنا على الكوتيل مودرن اكثر، بتلاحظ ريتا كثير من البيوت المودرن بيستعملوا حيطان بلبسون ازاز وبلبسون سوري است مرايات. بتلاحظ ريتا حتى هون بهذا الديزاين انه هون المرايات منهم جالسين، اذا هيك جايين هن يعني شقف مرايات طالعين، شقف مرايات فايتين لجوا كمان بهذا بحد ذاته. بدل ما يكون نحن في عنا يمكن هيك مرايات جالسه تزعجك انه كله جاي يمكن اوموجين وهيك، يكون نعمل شويه موفمون ديناميزم، في عنا المرايات اللي بيخترعوا هذا الموفمون اكثر. كمان هول المرايات مش معمولين لنشوف حالنا فيهم، كمان كرمال يعملوا يمكن جو بحد ذاته بالديزاين وايز. وكمان بتلاحظ الحلو فيه بهذا الديزاين الدرج اللي طالع طلوع معمول من خشب، كمان كل مارش يعني كل دعسه ودعسه عم تفرق بين الثاني، في عنا الفراغ الجوال معمول من اسود، كمان هذا الشيء بيخلي الدرج كانه طاير بالهواء، يعني كله بحد ذاته هذا الديزاين حلو. كمان شغلين على الاندستريال ديزاين نفس الوقت على السيل اللايت مع المرايات. اما اخر ديزاين رح نشوفه هيدي ريتا هول البيت، كنت عم تحكي ريتا عن اوض النوم، لارجع اخلص باوض النوم، في كثير من العالم عندهم بيعملوا الخزانات بيكونوا انكستري بالحيطان، وللاسف اوقات يمكن الارشيتكت دانتيريور ما كثير بيعمل محل كرمال تشوفي حالك انت وعم تلبسي. سو كفايه انه هون عم نشوف انه هول خزاين وعندهم المرايه، يعني سو كفايه انه هول الخزان كوليسان يعني بيزيحوا يعني على الشمال وعلى اليمين في لهم درفات، واكيد هون معمول من المرايه، سو كفايه انه انت عم تلبسي فيك تشوفي حالك، وبنفس الوقت تعطي سبيس حلو على الاوضه، يعني انت ونايمه بتقشع اذا بدك كل هالاوضه كل هالسبيس. سو هيدي الاوضه مهضومه بتكون عندك يا يمكن اوض صغيره بكبروا لك السبيس المرايات. سيكون نكون خلصنا فقرة ديزاين مع الكومودين مع ريتا بأوض النوم والمرايات معي، على أول نرجع نلتقى فيكم نهار الجمعة على راوند أب عن كل السوشيال ميديا اللي صاروا من الويكند لنهار الخميس. شكرا لكم شادي وريتا، انتم كمان مشاهدينا هندسوا الانتيريور تبعكم بالطريقه الانسب والاصح للتعاطي مع الاخرين حتى تعكسوا شخصيتكم، هيك بتكونوا مرايه بتعكس الجمال يلي بداخلكم. نحن بنرجع نلتقي فيكم اذا الله راد بكره بحلقه جديده، من هلا لوقتها تضلوا بخير، الى اللقاء. صباح لبنان.